طيب خلينا نبلش. الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم، وأهلا وسهلا فيكم بالاجتماع التقني الثالث لهذا الشهر. نحن تقريبا صرنا عاملين هذا ثالث اجتماع، كل أسبوع من سابي واحد. طبعا الهدف من الاجتماعات، برجع بكرر مجددا، هو نفس فكرة الاجتماعات اللي بتنعمل بالشركات. بالعادة الشركات كل أسبوع أو كل أول شهر بيعملوا اجتماع بيدعوا فيه أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء الأقسام أو اللي هو، وكل حدا بيحكي له يعني 10 دقائق ربع ساعة عن القسم تبعه، شو عم يشتغلوا، شو كذا، شو هذا. نفس الفكرة اللي احنا اخذناها سويناها اونلاين، لانه اليوم ما حدا يعني عم يشتغل فعليا الا من بيته، فانا نستثمر هذا الوقت يعني نعمل هيك من كل بستان زهرة، ونشوف شو بنقدر ناخذ لمحات 10 دقائق ربع ساعة عن كل فكرة. الهدف مو انه واحد يتقن الموضوع، الهدف انه تكون سمعان عن هذا الموضوع. إذا سألت عنه بمقابلة عمل بكذا، قل له ما يعلق بمخك شي شغلة، يعني ولو يعني كم معلومة، هل كم معلومة وقت المقابلات حقهم ده. فهي الفكرة بموضوع الاجتماع التقني الثالث. هلا نحن بالعادة كنت أنا أطرح إنه شو بتحبوا أنتم تطرحوا مواضيع، وعلى هذا الأساس نعمل الاجتماعات، وكانت يعني كان الحضور هائل من جهة، ومن جهة ثانية الوقت ما يكفي. فهلا عملنا تكتيك ثاني، تكتيك إنه نشوف انتو شو بدكم، ونطرح المواضيع ومين بيحب ياخد هذا الموضوع لحتى يحكي عنه. فاليوم نحن طرحنا الاسبوع الماضي شو بتحبوا نحكي، ونحن امام 6 مواضيع. بالحقيقة 6 مواضيع جدا مهمين، ويعني اذا الا ما يجي منهم سؤال بمقابلات العمل. فحنحكي بشكل رئيسي عن لمحة مع الاتصالات الالياف الضوئية مع المهندسة علاء صوان، وهي تاني مرة بتعمل معنا الاجتماع من اصل 3، يعني حنعطيها عضو دائم، عضو مجلس إدارة دائم. معنا المهندس أحمد العيسى كمان ليحكي لنا لمحة عن الكلاود كومبيوتينج، كمان شغلة يعني صارت اليوم دارجة وموجودة، كمان عضو دائم مهندس أحمد. عندنا لمحة عن البنية التحتية لمزود خدمة الإنترنت مع المهندس أحمد دربولي، كمان هي تاني مرة بشارك معنا. عندنا لمحة عن اتصالات الأقمار الصناعية والفيسات مع المهندس صايل فهد، كمان هي تاني مرة بشارك معنا. عندنا وجه جديد مثل ما بيقولوا، لمحة عن الاي ام اس، وهو شغلة يعني اليوم صارت مطلوبة كتير بنظام الاتصالات الخليوية خصوصي للأجيال المتقدمة، فحنحكي مع المهندسة لانا الأحمر عن هذا الموضوع. وأخيرا عندنا كمان مشاركة من المهندس عمر المغيري، لحتى نحكي عن موضوع كده تمام مهم، هو لمحة عن نظم التعرف على الصوت وتحديد هوية الأشخاص. هو مشروع تخرج اشتغلوا عن طريق الماتلاب، فحنحاول نحكي عن هذا الموضوع، قد واحد ياخذ افكار ويطور عليها لاي مشاريع تخرج او مع شعبه. طيب حنبلش اول شيء مع اتصالات الالياف الضوئيه مع المهندسه علاء صوان. معك الهواء، تفضلي. تفضلي. انا المهندسه علاء صوان، مهندسه اتصالات، ماجستير تطبيقات الليزر. يعني طبيعي مجالي يعني 5 سنين مجال اتصالات سلكيه. لحاكيكم هلا عن الاتصالات الالياف الضوئيه. هلا طبعا هو نوع من يعني من الاتصالات السلكيه عن طريق الالياف الضوئيه. هلا بهذا المجال بتم نقل البيانات بالالياف البصريه ضمن اسلاك زجاجيه على شكل نبضات ضوئيه، بتكون طبعا بسرعات عاليه ولمسافات طويله. لما نحكي نحن هلا عن الليف البصري اللي بيتم نقل الاشاره فيه من المرسل للمستقبل، يعني عن هو شو مكوناته بشكل موجز. هو بيتكون من سلك زجاجي نقل الإشارة عبره. هذا السلك الزجاجي هو الكور بنسميه، بيكون اللوب. طبعا هو موصل للضوء. بعد منه في عنا العاكس، هي طبقة زجاجية بتحيط باللوب، بتعمل على عكس الضوء داخل السلك. طبعا بتحاول قدر الإمكان دائما توجه الإشارة لداخل الليف، يعني ما في شيء بيطلع إلى خارج الليف من الإشارة. الغطاء الخارجي عندنا البلاستيكي هو لحماية الليف من العوامل الخارجية والرطوبة والانكسار، لهذا اللي بيكون الغلاف الواقي الكوتينج. هلا طبعا هي الصورة اللي بتوضح لنا كيف العناصر اللي هو بتكون منها الليف البصري. هلا بنظام الاتصال بالألياف البصرية بالسلايد اللي بعده بدنا نحكي كيف بتكون هو نظام الاتصال. أكيد عنا جهاز مرسل وجهاز مستقبل، وأكيد في وسط بالنص. هلأ الجهاز المرسل هو بيرسل الإشارات الضوئية المشفرة،
الجزء الأساسي من الجهاز المرسل بيكون عندنا هو المصدر الضوئي. المصدر الضوئي حيكون عندنا يا إما ثنائي ضوئي عادي يا إما هو منبع ليزري. أحيانا طبعا بيستخدموا الليزر لأنه هو قوته أكبر من الثنائي الضوئي العادي، عنده سرعة وقدرة أعلى. ساعتها نحن يعني إذا مضطرين طبعا بنستخدم ساعتها ليزر عوض الضوء. ميزة تقليل الفقد كمان هي أفضل من الضوء. طبعا هو مسؤول عن توليد الإشارة. الألياف البصرية هي عم تكون صلة الوصل بين المرسل والمستقبل، يعني هذا هو اللي بنسميها قناة الاتصال. هي عم تكون هون عندنا تكون بينة، هي تنقل الإشارة من خلالها. المستقبل هون نحن بقى عندنا بياخذ الإشارة الضوئية بفك تشفيرة بيرسلها كإشارات كهربائية، يعني بيحولها من إشارة ضوئية ساعتها نحن تحول معنا لإشارة كهربائية تصل بقى للمستخدم، سواء احنا عندنا حاسب هاتف يلي هو بجهاز الاستقبال. نحن هذا عندنا بيكون في عندنا كواشف ضوئية. هلا هي الكواشف الضوئية هي اللي بتتحسس الإشارة الضوئية، ويعني ضمن دراستنا يمكن أخذناهم هو الثنائي الجرفي والثنائي البي إن، وهدول هدول اللي بيكونوا كواشف ضوئية بتحسسوا للضوء. يعني إذا في هيك شيء مثال اختصار يعني عن كيف مرسل المستقبل ووسط محيط، أنت ممكن أي ثنائي ضوئي في عندك يعني أرسل ضوء الوسط المحيط اللي هو كان القناة اللي عم يستقبله هو شو المستقبل. يعني هي هيك باختصار. يعني طبعا بيكون أحيانا في معدلات، معدل طبعا بالمرسل، مفكك تعديل بالمستقبل، يعني مثل الإشارات العادية. هلا إذا ننتقل على السلايد اللي بعده نحكي فيه عن تمديد الكابلات الألياف البصرية. هلا أنا ضمن نطاق شغلي يعني مرة اضطريت بال2016 إنه جانا هيك شكل فجائي إنه مؤتمر بدهم كابل ضوئي يتمدد، في مؤتمر في محاضرين من برا بدهم يعملوا يعني مثل اللقاء المؤتمر كامل فيديو عن طريق الإنترنت، فنحن كانوا مضطرين إنه يوصلوا كابل ضوئي. ما كان في لسه بالمقاسم مخدمة يعني إنه تسحب انت من مقسم بهالسهوله اللي هلا تقريبا شوي صارت مخدمه في نهايه 2019. فبتجي الشركه انت بدك شوي قدر الامكان تعرف تتعامل انت بالبيئه اللي عندك الموجود، انت وين شو عندك انت التربه مثلا، شو عندك الارض هي زفت هي شو هي، فحسبها بتشوف كيف بدك تمد الكابلات. هلا الكابلات بما انه مصنعه من الزجاج، فنحن اذا كان عندنا تربه فيها صخور فبدك الحفر بيكون تقريبا بعمق من 30 ل 50 سنتيمتر. اذا كانت الارض رمليه هيك طبعا اذا انت بارمي برا وعم تمد كابل لاول مره وارمي بعيده، فانت بدك حفر مسافه 90 سنتيمتر. ليش؟ لانه نحن الضغط على التربه طبعا بياثر عليها. عرض الحفر بشكل عام يا اما 11 55 110 سنتيمتر حسب انت عرض الليف عندك، كابل الليف شو فيه الياف. يعني كمان هيك بشكل موجز انت يعني بما انه هيك واجهت عمليا الفكره، انت لما بدك كابل تمدد الكابل اكيد بدك تعرف انت منين بدك تسحبه، فانت اجباري بدك تتواصل مع الجهات المعنيه، بدك تشوف خرائط الطريق انت وين عندك مجال حفريات موجوده. مثلا مدد عندي انا وقت استفدت من تمديد الهاتف الموجود بالاصل فمنه استخدمته. طبعا نحن حسب ندرس نوع التربة، ندرس طول الكابل، بنشوف قديش بدنا نسحب بكرات فايبر مثلا على طول، كل 4 كيلومتر بدي اسحب ولا كل 500 متر، مشان انا لما بدي اخدم المناطق بالفايبر ما يجي بدي اسحبه من مركزه، لا انا بكون ساحبه غرف سحب للكابلات. هلا اذا بدنا نحكي بالسلايد اللي بعده عن شو حكينا؟ حكينا نظام اتصال، حكينا عن تمديد الكابلات، بنحكي عن تكنولوجيا ال FFTH. هلا هي شو هي؟ هي انه الالياف اتصال حتى سكن المستخدم. يعني مثلا انت هي اصلا جايه من فايبر تو ذا هوم، يعني انت نقل من المركز لبيتك، بيتك بيوصل لك طبعا البيانات. البيانات تتم إرسالها على كابلات الفايبر للبيت. نحن التقنية هاي ممكن تكون تقريبا يعني عم تكون من أحدث التقنيات هلأ حاليا موجودة، أكثر ثبات للاتصال، عم تكون الجودة هي عالية، السرعة عالية. أحيانا نحن بيكون توصيل يعني طبعا هو أقل، بنسميه أقل حرفية، يعني
اذا مثلا نحن ما بدنا نوصل لحد البيت، يعني البيت البيت، انت مثلا بدك توصل بس لعند المبنى مثلا، فنحن ساعتها بنسميها فايبر تو ذا، هي بي اللي قلنا هي محطوطه، هي فايبر تو ذا بيلد. الاف اف تي سي نحن هون مثلا عم نوصل بس للرصيف، الاف اف تي ان نحن عم نوصل بس لنقطه تجمع معينه، الاف اف تي اتش هي اللي حكينا عليها انه نوصل لحد البيت. هي بالفرق بس هيك بين المميزات. طبعا نحن بنستخدمها طبعا لشركات، لبنوك، لمصانع، لوزارات. الاف اف تي سي بس عم يكون بتصل الالياف لحد مثل ما شايفين بالصوره لحد اقل من 300 متر، الاف اف تي ان عم تصل لاكثر من 300 متر عن يعني المركز. الشبكه نحن عندنا هي الاف اف تي اتش هي بتدعم خدمات فينا نسميها الانترنت طبعا بمختلفه، يعني شو بنستخدمه، الفويس اوفر اي بي اللي مره حكينا عنه عن طريق المقاسم، انه نحن بنحكي المكالمه يعني صوتيا، بس شو نحن عم نحكي عن طريق الاي بي يعني عن طريق الانترنت. كمان فيني استخدمها خدمه الاي بي تي في اللي كمان حكينا عنها سابقا، انه طبعا جلسات سابقا عطيت انه هي خدمه شو بنشوف فيها قنوات التلفزيون عن طريق الانترنت، يعني احنا بالعاده كنا نشوف عن طريق الستلايت، لا احنا هون عن طريق الانترنت. كمان احنا هون بما انه عم نحمل فيديو عم نحمل صوت، اكيد احنا بحاجه تقنيه متطوره مثل الفايبر اوبتيك. طيب احنا اذا بدنا نحكي عن شبكه الاف اف تي اتش مثلا، من شو بتتكون، من شو العناصر الموجوده اللي هي فيها؟ عندنا الاو ال تي، هي بتكون اوبتيكال نسميها لاين تيرمينال، هو هذا الكابين اللي بيكون بالسنترال. هذا الكابين بالسنترال بيكون بيستوعب مجموعة كبيرة من المستخدمين. الكابين يعني فينا نقول نحن مثلا اعتبره مقسم مثلا، ماشي، هونيك في انت عندك الكابين اللي انت عم تسحب منه المعلومات عن طريق الليف، بيحتوي عدة كروت، كل كرت بيكون فيه عدد من المنافذ. هاي المنافذ بتخدم تقريبا حتى 64 وحدة طرفية بكل منفذ، عن طريقة بتتم تقسيم الشعيرة يعني البصرية لعدة شعيرات، تمام، ومنوزعها ساعتها منوصلها لكيف لعند الطرفية الثانية اللي احنا بنسميها الـ ONT، هي Optical Network Terminal. هذا طبعا بيكون الطرف، هذا الجهاز بالطرف الآخر اللي هو اللي مثلا عندك بالبيت اللي هو عم يستقبل الفايبر اللي عم يجي، تمام. يعني احنا عشان ما نضيع، عندنا أول شيء القطعة الأولى اللي هي الـ OLT، في بعدين طبعا فايبر، الفايبر من بعد الفايبر شو عم نوصل؟ عم نوصل القطعه الثانيه اللي هي الاو ان تي اللي هي الاوبتيكال نتورك تيرمينال. هذا الجهاز الثاني اللي هو عندي بالبيت بيستقبل الفايبر وجاي من الاو ال تي، طبعا بيوصلني للجهاز اللي انا الخاص فيني اللي هو سواء راوتر سواء الـ الفون او حتى التلفزيون. بين هدول نحن بين هدول الجهازين نحن شو حكينا؟ شوفي في اللي في بنسميهم الاو دي ان، هو عباره عن اختصار للاوبتيكال ديستربشن نتورك، هي الاجزاء اللي بين الاو ان تي والاو ال تي، بتكون فيها الفايبر اوبتيك، ونحن عندنا الموزع سبليتر، بيكون هذا وظيفته توزيع الاشاره اللي هي اجت من السيجنال بوت، يعني جايه من الدخل جاني الاشاره. هلا انا بعد ما تفوت عند الموزع بقى بتتوزع لحد انا وين لوين بدي اوصلها، طبعا مبينه واضحه بالصوره كيف. نحن مثلا مسافه فيني خدم بين اليوزر بالسنتر وال بيناتون وبين المرسل المستقبل فيني تقريبا ل 20 كيلو متر. الاشاره هي عم تكون اشاره ضوئيه. اذا بدنا نحكي عن ميزاتها لهي التقنيه، عم تكون تميز بالسرعة العالية، الدقة طبعا، نقاوة الإشارة. إحنا هون عنا ما بتتناقص السرعة مع زيادة المسافة، مثلا أنت أول الخط الكابل غيرك بنصه غيرك بآخره، مو هو بتجي والله السرعة أعلى منك، لا إحنا عم نكون بنفس السرعة تقريبا للمستخدمين. طبعا في تعددية بالخدمات والتقديم، المسافة إنها بتكون كبيرة حسب أنا ما بدي أخدم
من 8 كيلومتر حتى تصل ل 60 كيلومتر. هلا سبب عم نشوف بطء انتشارها لهي التقنية هي أول شيء المعدات تبعها مكلفة. يعني هلا نحن عم نحكي على الليف، هو هذا مو سهل أنت أصلا تركبه، يعني في كمان صعوبة صيانة تركيب للألياف البسيطة. في كمان عندنا المعدات الموجودة، أنت في عندك معدات خاصة لما أنت عم توصل الفايبر أوبتيك، في عندك معدات خاصة، عم في سويتشات، في راوترات خاصة، في عندنا كمان يعني مثلا مستخدمين بيقولوا لك مثلا ببيتهم او شيء، نحن ما لنا بحاجه لهي السرعه العاليه، يعني من اللي هي بتخدمها الفايبر اوبتيك. السرعه مثلا اذا بدنا نقول مثلا انت ببيتك قديش بدك سرعه، وسطيا هو عالميا بيقولوا لك السرعه، يعني نقول سرعه هيك بتخدمنا ك ك يعني هيك مكالمات وفيديو وانا اطلع اونلاين، يعني تقريبا 30 ميجا وات. الفائق السرعة مثلا بيكون أعلى من هالشي. طبعا ببريطانيا وغيرهم يعني مثل حددوها، إذا واحد بيكون أكثر سرعة بيكون 100. عندهم هن لسه مثلا الألياف البصرية لما عم تستخدم صراحة عم يوصلوا لحد الألف ميجا بايت. نحن هون يعني أنا هون ما شفت يعني شركاتنا يعني تقريبا عم يخدموا 16، يعني بيقولوا لك احنا بنوصل لك عندنا هيك سرعات. هلا اذا في سرعات اعلى يعني في 8 في 16 هيك مبلشين، يعني ويعني اذا في اعلى ما عندي فكره، يعني مثل هون عندنا تمام. فنحن بهي التقنيه الحديثه يعني برايي كثير استفدنا، من ناحيه اذا الواحد عنده مؤتمرات، عنده بده يطلع اونلاين طبعا صوت وصوره مثل ما هلا نحن عاملين مثلا هذا الاجتماع، بدك تحمل العاب، بدك تلعب اصلا اونلاين، يعني في كثير له استخدامات، يعني هي سهلت فيك تقول الحياه، ومثل يعني عن بعد الواحد بصير مثل عم يعيش الحقيقه، فالى مستقبل لقدام. حبيت انا اعطيكم هيك يعني شرح موجز عن هاي التقنيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الله يعطيك ألف عافية مهندسة علاء، بشكرك كثير على المحاضرة. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا بس بضيف تعليقين صغار بالنسبة لموضوع الـ FTTH. أظن اليوم صار في سرعات 8 و12 و20 ميجا بيت بير سكند، بس الـ FTTB هي سرعات بتبلش من 20 30 وحتى 100 ميجا بيت. طبعا تمام. في فرق بقى بالباند كذا مثل ما حكيتي، في بدي اضيف بس قصه يمكن كمان مهمه بموضوع الفايبر، هو اللينك تبع الفايبر او انماط العمل تبع الفايبر في نوعين، في نوع بيسموه سنجل مود وفي نوع بيسموه ملتي مود. هلا السنجل مود تحديد وبالاساس انا عفوا حطيت ميوت لانه بس في ضجيج من عندك، هلا بس لخلص برجع بعطيك الهواء لانه في اسئله. نعم، السنجل مود بالحقيقه في عندنا نوعين من انماط الفايبر، كمان هدول بيجوا بمساله مقابلات عمل. حتى مره اجاني هيك سؤال من شيء 7 سنين 8 سنين تقريبا باحد المنظمات الدوليه، انه شو الفرق بين السنجل مود والمالتي مود. هلا السنجل مود بشكل عام هو النمط، يعني الفايبر كبله الفايبر نمطين، يا نمط سنجل مباشر خط مباشر للانتقال، يا اما المالتي مود اللي هو مثل المنعكس، يعني مثل الزجزاج الانتشار بصير على طول الليف الزجاجي. هلا الفرق بيناتهم بشكل عام وسريع، يعني حسب ما اذكر، السنجل مود بمد معك لمسافات بعيده لانه انت عندك المنبع الضوئي عم يعني يبث بخط مباشر، فبيبث معك لمسافات بعيده قد تصل ل 100 كيلومتر لحتى 120 كيلومتر واكثر، اغلى لانه البنيه التحتيه تبع الكبل مشان تتحمل معك المسافه، فبتجي اسمك شوي صغيره واداء افضل من برا يعني، واطوال موجيه مختلفه بيتعامل معها، ويعني بمد معك خلينا نقول لمسافه بعيده بشكل عام. هلا بيتميز انه بيعطيك باندويتس اعلى، ليش؟ لانه ما حدا عم يشاركك هذا الخط، يعني بالنهايه انت عندك يوزر وحيد مثلا عم يطلع من محل لمحل او منبع وحيد من محل لمحل، والاتونيشن اللي هو التخميد عليه قليل. طبعا الفايبر معروف انه التخميد عليه كثير قليل.
هلا وين ممكن نستخدم السنجل مود؟ بالحقيقه السنجل مود بيستخدموا شبكات الوان، يعني الربط البعيد، يعني مثلا محافظه مع محافظه، مدينه مع مدينه، كذا. لما بيكون في عندي اكسس نتوركس كمان ممكن يستخدموا شو اسمه هذا سنجل مود، او بالمان متروبوليتان اريا نتورك، يعني عم نحكي عن مسافات. مثلا اذا عندي مخيم كامبوس كبير بستخدم سنجل مود، بدي باندويتس عاليه. يعني هلا المالتي مود بصير في عندي مثل انعكاس للاشاره الضوئيه على مدى الخط، بقدر احمل. طبعا هلا هو من حيث كلفه السيستم ارخص، لانه اول شيء ما بيمد معي لمسافات بعيده، يعني يا دوب نص كيلومتر او كيلومتر او حتى 2 كيلومتر، هذا الماكسيموم يمكن هيك شيء. ويعني ممكن تلاقوه كتير بيستخدموه بالشبكات الداخليه، يعني باللان، بالداتا سنتر، بالسيرفر، اذا بدي اوصل السويتشات مع بعضها فايبر، فبيستخدموا المالتي مود. يعني بتميز المالتي مود انه باندويتس اقل، بس يعني طبعا بنحكي على باندويتس بالجيجا، جيجا بيت بير سكند، مش لامريكا. فهي لحالها بالمكفى. مهندسة آلاء معنا انت؟ ايه في سؤال عم بيقول من مهندسة آلاء انه اذا حاولنا نشبه بنية الاتصالات الضوئية مع شبكة الاتصالات اللاسلكية، كيف فينا نشبه هي المكونات؟ يعني فينا نشبههم مع بعض البعض في شيء مشترك؟ السلكية مع اللاسلكية، لا، الضوئية مع اللاسلكية. الضوئية مع اللاسلكية. ايه تمام. هلا نحن هي مثلا انت عندك الاتصال، هلا هون سلكي لانه عندك ليف. هلا اللاسلكي بس انت بيختفي الليف من عندك، بصفي الفضاء الحر هو الوسط الناقل، تمام، عندك يمكن مرسل نقول انه مستقبل، بصير نعم، عندك تفضل. نحن بنسميه نقل بالفضاء الحر. يعني انت لغيت الليف بس انت بتضل الاشارة بتمشي، بس هي انت مجبر يكون يعني بنسميه نحن عمد النظر، يعني انت بيكون المستقبل مرسل مواجه المستقبل. وهي بتطبق اذا مشاريع تخرج، ممكن انت ببساطة توصل على اوردينو مثلا اذا تحكم، تحط مرسل ومستقبل، المرسل يرسل ليزر والمستقبل مثلا عندك كاشف ضوئي معين بيكشف الإشارة وبيتم العمل. أنت عم تنقل صوت، فيك تنقل صوت، فيك تنقل صورة. هلا اللي طبقت أنا يعني حضرتك كتجربة، نقلنا صوت هيك مثل ما قلت بدون ليف، يعني لاسلكي ما في ليف، عن طريق الفضاء بس، عن طريق الليزر بس. طبعا بيكون هيك مشوش نوعا ما، فيك تنقل بيانات، حتى بيانات فيك تنقل عن طريق الليزر اللي مو بالليف. تمام، لاسلكي يعني. ايه في شيء مشترك بيناتهم، هو الشيء المشترك المرسل المستقبل والتقنية، بس الفرق الوسط، وسط اللي بالنص، انه هي بليف صحيح، وهذيك الضجيج. فلاني. تمام تمام، تمام في عندك الضجيج، في عندك العوامل المؤثرة مثل النويز وغيره طبعا وأشكاله. طبعا كلها بتفرق، هي بتفرق ك تمام، حتى الباندويتس بتفرق، يعني عرض المجال الترددي بيفرق من جهة، ومن جهة ثانية كمان كمية نقل البيانات بتفرق. بالفعل عم نحكي على عشرات، يعني 10 ميجا بيت ايه بير تمام. سكند. اذا عم تحكي عن ميزات، ايه تمام. هلا في شغله انا كمان لازم اوضحها، انه في بعض البنوك او بعض الشركات بيقدروا يوصلوا بعضهم البعض الافرع عن طريق ليزر. بتحط منبع ليزري باحد الافرع، بتحط منبع ليزري بالطرف الثاني، وبتحقق عمليه الوصل، يعني مثل المايكرويف، ولكن عم نحكي على ترددات عاليه جدا واطوال موجيه صغيره جدا جدا جدا. والليزر طبعا بيتقن داتا عاليه كثير، نتيجة انه الترددات اللي بيشتغل عليها كثير عالية، ولكن المعايرة فيه صعبة جدا. يعني مثل حساس كأنكم طبعا، اذا حساس بتتذكروا هو. هذا البيل الليزري، تمام، ايام زمان هذا الليزر اللي كان ينزلوه مثل اللعبة، تخيلوا انه واحد شغل الليزر من جهة ومن الطرف الثاني بده يعاير الليزر هذاك من الطرف الثاني، فعملية المعايرة مو سهلة ابدا. على وتعرض كل الاحوال للكشوش عم يكون. ايه، ولا يهمك. هلا في سؤال بس يعني ممكن نخليه للمره الجاي، انه شو هو الدي دبليو دي ام؟ هلا الدي دبليو دي ام هو الويف لينكس ديفيجن مالتيبلكسنج، اللي هو تقنيه اني انا تقسيم الموجه، طبعا دينس ويف لينك، اني اقدر مرق كذا، اني اقدر خلينا نقول زيد عرض المجال بالشبكات الفايبر، بقدر مرق بصير كذا اشاره وكذا قصه. ممكن نعمل لها هي جلسه لحالها ان شاء الله، نشوف شو الله بيسر. أسئلة إسا ما عاد في. أنا بدي أتشكر كثير مهندسة علاء على هالمحاضرة الجميلة جدا، وإن شاء الله نكسبك بالاجتماعات الجاية إذا ما عندك مشكلة إن شاء الله. شكرا لكم.
الله يعطيك ألف عافية، بتشكر كثير كثير كثير. طيب نتشكر المهندسة آلاء ونروح لنشوف لوين. طيب هلا بدنا نروح مع المهندس أحمد لعيسى لحتى نحكي عن الحوسبة السحابية. بس المهندس أحمد لعيسى تمام موجود معنا. مهندس أحمد يعطيك العافية، الله يسعد مساك استاذ. يسعد مساك يا رب. جاهز؟ جاهز. يلا منبلش، تفضل معك الهواء كله يا يعني. 10 دقائق ربع ساعة تفضل. ايوه استاذ، انا احمد ليس مهندس اتصالات والكترون، اشتغلت سنه ونص باي تي انجينير بشركه المجموعه المتين الدوليه بحسيا، وصل لي سنه ونص بسرياتيل تقريبا Operation and Maintenance Engineer، ومعمل الماستر بهندسة الاتصالات من مرحلة الرسالة حاليا. اليوم رح نحكي عن مفهوم الحوسبة السحابية الكلاود كومبيوتينج. أول شيء شو هي الكلاود كومبيوتينج؟ هي عبارة عن تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسب اللي عندي أنا إلى ما يسمى بالسحابة، وبالتالي فهي عبارة عن جهاز مخدم نحن فينا نوصله عن طريق الإنترنت، حيث يمكن مستخدم البرنامج من النفاذ إليه عن طريق أي جهاز متصل بالإنترنت مثل الحاسب الشخصي، الأجهزة اللوحية الذكية. فهذا الشيء بيسبب انه تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات الى خدمات. تعتمد البنيه التحتيه للحوسبه السحابيه على مراكز بيانات متطوره، بتقدم لنا مساحات تخزين كبيره للمستخدمين. طبعا هلا بنروح نتناولها بعد شوي انه في عندنا شيء قسم ماجور وفي شيء غير ماجور، يعني في ساعات معينه ساعات تخزين مسموح فيها بتكون ماجوره، وفي ساعات اللي بتتطلب الشركات او المشاريع الضخمه بتكون ماجوره للساعات القليله للمستخدمين العاديين. نحن فينا ناخذ مثال بسيط عليها مثل خدمه البريد الالكتروني اللي معتمده، مثلا شركه مايكروسوفت تعطيني الهوت ميل، شركه جوجل تعطيني الجيميل، الياهو بتعطيني الياهو ميل، طبعا بساعات معينه محدده كونها مجانيه. هلا اذا جينا انتقلنا على اهدافها، شو اهداف الحوسبه السحابيه؟ اول شيء ميزتها للحوسبه السحابيه انه تجعل لي جهاز الحاسب اللي موجود عندي انا عبارة عن محطة عبور حتى أوصل للخادم أو السيرفر الموجود عليه المعلومات أو البيانات المتوفرة. بتوفر لي مساحة تخزين للمعلومات كمان عالية الجودة، بتتيح لي إني أنا أقدر أوصل للمعلومات وأسترجعها بسهولة بأي مكان وأي زمان وأي وقت موجود، بس يكون في عندي توافر مع اتصال مع شبكة الإنترنت. كمان بتخلصني من إني أنا دائما بحاجة أعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة عندي، سواء على حواسب شخصية، سواء على أجهزة على فلاشات، على اقراص هارد خارجيه. كمان في عندي انا معظم البرمجيات والتطبيقات فيها بتكون متاحه بشكل مجاني. طيب شو هي بيئه الحوسبه السحابيه؟ الحوسبه السحابيه هي عباره، شو معناتها حوسبه سحابيه؟ يعني انا عندي مجموعه او شبكه من الحواسيب المخدمه تتصل مع بعضها البعض وبتشتغل كانها هي عباره عن حاسب واحد بيقدم معلومات وموارد للمستخدمين عن طريق الشبكه. طيب هي الاجهزه كيف متصله مع بعضها؟ بتتخاطب مع بعضها عبر العناوين المنطقيه اللي هي الانترنت بروتوكول اي بي، فالاجهزه مربوطه مع بعضها عن طريق الاي بي. هي الحواسيب لازم تتميز بقدره ويكون عندها قدره عاليه، يعني مواصفات عاليه الاداء لحتى تقدر تخدمني وتمكنني من الوصول للمعلومات اللي انا طالبها بسهوله وسرعه. طيب في عندنا نحن مصطلح اسمه الفائض الاحتياطي، خلينا نشرحه نحن ببساطه. شو معناتها كلمه فائض احتياطي؟ هل هي الفائض الاحتياطي هي تعتبر خدمه هامه جدا وايضا نقطه تسويقيه كمان هامه جدا عند الزبون. ليش؟ لانه مثلا الانسان او الزبون او الشركه اللي عم تتعامل مع الكلاود مع السحابه ممكن يقول لك انا طيب انا ممكن يصير خلل بالمخدمات او ممكن يصير عندي كارثه او مشكله او فشل، فالبيانات الموجوده على الكلاود ممكن تضيع او تروح. فهون بتيجي اهميه الفائض الاحتياطي اللي هو انه انا بيجي بعمل ضمن المخدمات اللي موجودة عندي، تمام، بعمل مخدمات إضافية، تمام، على مراكز البيانات هاي، فسيرفرات إضافية بحط عليها نسخة من البيانات المحفوظة. طبعا هذا كلياته بيكون مأجور، يعني بيدفع عليه أكثر، وتعتبر نقطة قوية للشركة اللي عم تخدمني هيك. أو فيني أعمل مخدم تاني حقيقي يكون هو مخدم احتياطي للكلاود اللي موجودة أنا عندي، تمام. طيب هلا نحن فينا نيجي إنه استنساخ المعلومات هاي لمراكز البيانات الموزعه. الناس ممكن تفكر انه هذا الشيء، يعني انه انا اعمل نسخه احتياطيه وانه بالامر السهل راح يكون، فالنسخه الاحتياطيه لازم تكون اكثر امان، اكثر، بالتالي راح تكون اكثر تعقيد. هلا بعض الاشخاص ممكن يفكروا انه البيانات مثلا خلص انه او
المخدمات للكلاود ممكن تكون موجودة ضمن منطقة معينة، هي ممكن تكون ضمن موجودة ضمن منطقة معينة، بس كمان ممكن تكون لا متوزعة بأنحاء معينة من العالم، يعني ممكن تكون بمناطق جغرافية متباعدة. تمام، يعني مثلا السيرفرات اللي عم تخدمني، فلنفرض مثل جوجل، تمام، مثلا مو كلياتها والله، مثلا ممكن تكون ضمن مجتمعة كل الحواسيب متصلة مع بعضها انه ضمن بناء واحد، او لا ممكن تكون موزعة بمناطق جغرافية من العالم. طيب هلا نحن نجي على اصناف الحوسبه السحابيه، في لصنفين، هي بتقسم يعني لصنفين، يا اما حسب نماذج الانتشار، اذا فينا اساسا بس نحط في جدول قسمين، مبين انه قسمين صايره، لا كمان، لا مو هي، كمان مو هي، ما حسب نماذج الانتشار وحسب الخدمات يلي بتقدمها. خلص ما في مشكلة إذا ما طلعت أستاذ. إذا قلنا حسب ممكن نماذج الانتشار، تصنيف الحوسبة السحابية حسب نماذج الانتشار، في عندنا البرايفت كلاود، وفي عندنا الببليك، وفي عندنا الهايبرد، فهن عبارة عن 3 أصناف. إذا إجينا على السحابة الخاصة، شو معناتها؟ يعني من اسمها برايفت، فهي عبارة عن تجهيزات بتمتلكها جهة خاصة وما بتستقبل زبائن من خارج شبكتها. يعني أنا عندي شركة ضخمة، تمام، مشان ما أضل أعمل، يعني مشان ما أحتاج أجهزة ذات أداء عالي ضمن الشركة، لا بعمل برايفت كلاود وبحمل عليها البيانات، وأنا ممنوع حدا يفوت من خارج شبكتي هاي. السحابة العامة لا، الببليك، فهي الموارد السحابة هاي بتكون متاحة لكل شيء بيقدر يتصل بشبكة الإنترنت فيه ويفوت عليها، يحمل منها، ينزل تطبيقات منها. والهجين الهايبرت هي بتجمع بين البرايفت والببليك. هلا إذا إجينا على حسب الخدمات اللي بتقدمها، تمام، هلا هون بنشوف انه بنيه الحوسبه السحابيه هي بتتجه انه تخدم الزبون، فكل شيء بتقدمه للزبون على اعتبار انه هو عباره عن سيرفيس. فمثلا اذا في اي شكل الهرم استاذ، تمام، بنشوف هون في عندنا احنا 3 أنواع رئيسيه لخدمات السحب اكثر اهميه، هن 3 تون. عندنا اول شيء البنيه التحتيه، الانفراستراكشر اس سيرفيس، يعني البنيه التحتيه بتقدم لها كخدمه، البلاتفورم ك اس سيرفيس كخدمه، والابلكيشن اس سيرفيس. طيب خلينا نشرحهم بشكل بسيط كل وحده منهم. شو معناتها الانفراستراكشر اس سيرفيس؟ يعني كيف هي عم تقدم لي البنيه التحتيه كخدمه؟ هون السحابه او الكلاود بتقدم لي العتاد الصلب كخدمه سحابيه عبر الشبكه. شو معناتها الحكي؟ يعني المعالجه، التجهيزات الشبكيه، المساحات التخزينيه، بتقدم لي اياهم كخدمات. شو معناتها هذا؟ كيف يعني فينا نحن نبسطها؟ هون نحن بنتعامل مع السحابه كبنيه تحتيه بس بقدره معالجه معينه وحجم ذواكر معين ومساحه تخزين معين. تمام، فهون ممكن ناخذ مثال عليها بسيط، نحن الجوجل درايف. الجوجل درايف هي مثال على انه شو معناتها الانفراستراكشر اس سيرفيس. الجوجل درايف بيتيح لي انا مساحه معينه 15 جيجا، تمام، انا فيني انزل عليها مثلا معلومات، فيني انزل عليها ملفات مضغوطه، فيني اشارك عليها بيانات، وانا بنشر هذا الرابط مثلا لشخص معين او حدا بعطيه بفوت بحمل عليها. كمان شركه ابل بتتيح لي الابل، شركه ابل بتتيح لي الاي كلاود، في عندي المايكروسوفت بتتيح لي الون درايف. هي كمثال شو هي الانفراستراكشر اس سيرفيس، كيف يعني بتقدم لي اعطاد الصلب، انه عمليات المعالجه، العمليات، تجهيزات الشبكه، المساحه التخزينيه، كلها بتقدم ليها كخدمه. طيب اذا انتقلنا على النوع الثاني، هو عباره عن البلاتفورم اس سيرفيس. هلا هون بالبلاتفورم اس سيرفيس بتقدم ليها، بتقدم لي المنصه كخدمه. هون اجباري احنا نعتمد على على الانفراستراكشر اس سيرفيس، يعني نحن بالاستفاده من انه انا هي مقدمت لي العتاد الصلب كخدمه والمعالجه والمساحه التخزينيه، انا هون فيني بصير بقدر، اذا اخذنا مثال عليها انه الجوجل ابس، يعني انا بقدر حمل تطبيق كامل حطه على هالمنصه، تمام، فهي بتقدم لي المنصه كخدمه. انا بحمل، انا عملت تطبيق مثلا، تمام، بحمل التطبيق عليها، فبصير التطبيق متاح لينزلوه باقي الافراد. طيب بعدين في عندنا الثالث نوع، اللي هو عباره عن سوفت وير اس سيرفيس، معناتها البرمجيات او هيك السوفت وير كخدمه. يعني شو، كيف نحن فينا ناخذ مثال عليها؟ فينا ناخذ مثال عليها مثل انه نشرح اول شيء انه انا هون بتتيح لي اني انا استخدم التطبيق، يعني انا في، انا فيني مثلا اوصل لتطبيق معين، اشتغل على تطبيق معين دون الحاجه من اني انزل هالتطبيق انا على جهازي. يعني مثلا انا عندي بس اني لازم يكون في عندي متصفح، يعني مثلا انا عندي هلا نحن على كل اجهزتنا في الكروم، في الجوجل، هو عبارة عن متصفح. فأنا مثلا فيني بدل ما أنزل تطبيق الفيسبوك، إذا أخذنا مثال عليها، بدل ما أنزل تطبيق الفيسبوك عندي ياخذ لي حجم بالذاكرة ويستهلك من الرامات ويستهلك من مواصفات الجهاز اللي عندي، فلا أنا فيني فوت عن طريق متصفح عميل،
تمام، وفي نوصل انا على بحط www.facebook.com، فانا فوت بستخدم هل بتح لي هالتطبيق البرمجي هذا انه انا استخدمه يعني بتح لي اياه كانه بدون ما انا نزله اقدر استخدمه واستفاد منه. هي كمثال عليها. هلا اذا اجينا على البنيه التحتيه، بنيه الحوسبه السحابيه، نحن هون الحوسبه السحابيه بتتكون من ثلاث مكونات، بدنا نحن شو؟ مخدمات وعملاء زبائن والشبكه بيناتهم. اذا اجينا اول شيء على مراكز البيانات او المخدمات، بس استاذ اذا فينا نحط صوره الشبكه اللي فيها كور سويتش و تي او ار سويتش. اي تمام هي استاذ. هلا هون اول شيء احنا قلنا في عندنا مراكز البيانات. مراكز البيانات شو هي؟ هي عباره عن شبكه كبيره من المخدمات او الاجهزه اللي يعني مرتبطه مع بعضها البعض، عليها او عن طريق نحن بنستضيف جميع التطبيقات او البيانات او الملفات نحن بدنا نحطها على الكلاود. بتكون ذات مساحه تخزين ممكن تكون كبيره طبعا، حسب نحن كمان ذكرنا انه حسب هل هي انا اخذها مجانيه ولا هل انا ماجوره عم ادفعها. شو مكوناتها؟ اول شيء فينا نحن ما شايفين الكور سويتش. الكور سويتش هي بتكون على تماس مباشر مع شبكه الانترنت، فهي يلي بتنقل لي الطلب يلي جاي من العميل او من الزبون، بتنقل له لوين؟ TR TOR اللي هي عبارة عن top of the rock switch، هي عبارة عن مبدلات. تمام، هاي المبدلات بدها تنقلها للسلوين للسيرفرز، تنقلها للسيرفرز بس بناء على شو؟ بناء على العناوين الفيزيائية والمنطقية يلي جاي بالترويس المرسل من الموجه. يعني العميل هذا مثلا بده تطبيق حاليا، وين السيرفرات المعنية بالتطبيقات؟ top of the rock switch هي بتحول ليها على السيرفرات المعنية هاي بناء على العناوين الفيزيائيه والمنطقيه المرسله من قبل العميل. طيب نحن ذكرنا قلنا مراكز البيانات، شرحنا شو كيف بتتم، قلنا في عندنا الكور سويتش وفي عندنا بيكون هو على تماس مباشر مع الانترنت، بينقلها للتوب اوف ذا روك اللي هو عباره عن كمان مبدلات بتنقل اياها للسيرفرات المعنيه. هلا الثاني مكون ببنيه الحوسبه السحابيه هي العملاء. العملاء هم بتصنفوا على ثلاث اصناف. اول شيء عندنا الموبايل كلاينتس اللي هي عباره عن جميع الاجهزه المتنقله، يعني كل شيء عندنا اجهزه احنا بتمكن العميل من انه يتصل مع خدمه الخدمات السحابيه بمجرد يكون في عندي انا انترنت موجود. طيب ثاني نوع هو عباره عن ثينك كلاينتس اللي هو عباره عن شو؟ هي عباره عن اجهزه، هي الاجهزه ما بتمتلك مساحه تخزين ولا اقراص صلبه، فهي عباره يعني الجهاز هون يستخدم فقط كوسيله ربط او وسيله اظهار للشيء اللي موجود على السحابه. النوع الثالث اللي هو عبارة عن thick clients اللي هي عبارة عن أجهزة اللي بتحوي مساحات تخزينية وسواقات أقراص صلبة فقط لتنزل عليها المعلومات السرية اللي هن ما بدهم يحطوها على السحابة، وباقي التطبيقات وباقي الخدمات لا بتكون مخدمة من السحابة. طيب الشبكة بين العميل والمخدم، في عنا أكثر من نمط للاتصال بين العميل والمخدمات. اللي أول شيء عنا public internet أول نوع اللي هي عبارة الأكثر انتشارا أو الأكثر متوفر حاليا اكثر شيء، هو عباره عن اني انا بروح بشترك بخط اي دي اس ال بصير مشترك بالنت. طيب هذا الشيء الاتصالات هاي الاتصال هذا بين الشبكه والعميل له ميزه، له ميزات وله مساوئ. ميزاته انه هو عباره عن الانتشار الاكثر انتشارا بين الناس، له انتشار واسع بين الناس. سيئته انه انا ممكن افقد الاتصال بشكل مفاجئ اذا صار في عندي انقطاع بالكابلات، صار عندي ضغط على الشبكه، وكمان بطيء انه في عندي بطء بالشبكات خاصه نحن عندنا هون. عندنا النوع الثاني هو اللي هو عباره عن الاكليريتد انترنت موديل اللي هي عباره انه انا هون فيني زيد نسبه الفائده للمستخدمين للعملاء تمام بنسبه من 20 ل 50% عن خطوط الاي دي اس ال عن بابليك انترنت نتيجه ايقاف في عندي انا بروتوكول اسمه الاس اس ال، هو عباره عن بروتوكول بيستخدم مع لتامين الاتصالات الامنه، يعني حتى انا امن الاتصالات الامنه. بنعرف عندنا الاتش تي تي بي هو اتصال غير امن، اتش تي تي بي اس اتصال امن، لانه هون صرت انا عم استعمل اس اس ال اسمنا نحكي عنه بشكل بسيط، هو عباره عن بروتوكول بيستخدم نوعين من المفاتيح، مفتاح عام اسمه مفتاح خاص، مفتاح عام هو للتشفير ومفتاح خاص هو لفك التشفير. فانا اذا وقفت لهذا البروتوكول خفضت من زمن اللي بتستهلكه السحابه بالمعالجه، وبالتالي صار عندي سرعه بنقل المعلومات بين العملاء وبين المخدمات. والنوع الثالث من انماط الاتصال هو الفي بي ان اللي هي كلياتها بنعرفها، اللي هي عباره عن الفيرتشوال برايفت نتورك، هي عباره عن شبكه عباره عن اتصال مشفر بين شبكتين، وممكن تكون ممكن اي واحد يشبك على الفي بي ان يشبك في بي ان مجرد يكون في عنده اتصال نت بتمكنني من اني اوصل للسيرفرات. اخر شيء قبل اخر شيء عفوا خلينا بس نستعرض محاسن ومساوئ الشبكه السحابيه.
محاسن الحوسبة، عفوا محاسن الحوسبة السحابية، انخفاض كلفة الحواسيب الشخصية، فأنا ما عاد بحاجة إني أجيب والله حواسيب شخصية، خاصة إذا عندي شركة ذات مواصفات متطورة بتفيدني. كمان الحوسبة السحابية بتأمن لي مساحات تخزين غير محدودة، إذا كنت دافع مصاري بتأمن لي حماية للبيانات، كمان بتكون دافع أكثر مصاري. في عندي نسخ وتوافر أحدث النسخ عليها من التطبيقات والبرامج، وكما أنه في عندنا تحديث آني للبرامج عليها. مساوئة: بتتطلب اتصال دائم بالإنترنت، ما بتعمل بشكل منيح مع الاتصالات البطيئة، البيانات المخزنة قد تكون عرضة أنه في حال الزبون ما كان مثلا دافع اشتراكات لا يعمل نسخ احتياطية أو شيء، وفي حال صار، طبعا هي يعني خلينا نقول نادرا أو ما صارت لحد الآن مثلا أو كذا، بس إذا ما كان عامل حسابه أنه في حال صار فشل بالمخدمات أو شيء وما له دافع مصاري ليعمل نسخ احتياطية، فممكن بياناته تكون عرضة لأنه يفقدها وما عاد يقدر يرجع يستخدمها. الأهم وأفضل الشركات اللي بتقدم الخدمات الحوسبة السحابية، في عندنا جوجل، في عندنا أمازون، في عندنا السيلز فورس، في عندنا، شو خلينا ناخذ آخر شيء كأمثلة عن الخدمات السحابية. إذا أخذنا خدمات البريد الإلكتروني، عندنا الهوت ميل، الجيميل، الياهو، الخدمات التخزين السحابي اللي هي عبارة عن السكاي درايف، الجوجل درايف، خدمات الموسيقى السحابية أمازون، جوجل ميوزك، التطبيقات السحابية فيني الفوتوشوب، في عندي أنظمة التشغيل، حتى كان أنظمة تشغيل سحابية مثل جوجل كروم. إن شاء الله تكون أعطيت بس لو لمحة بسيطة شو هي الحوسبة السحابية، وإذا في أي سؤال أستاذ سامي أنا جاهز. الله يعطيك ألف عافية مهندس أحمد، شكرا كثير. في 3 أسئلة والله. هلا السؤال الأول، إذا في تفضل عندنا أستاذ. شركة وحابة تتوجه باتجاه الحوسبة السحابية، يعني تخلي سيرفرات على النت وكذا وإلى آخره، شو المواصفات اللي لازم تمام، تكون عندها كبنية تحتية لحتى تقدر تستثمر هي الميزة؟ الاستاذ اول شيء بدي يكون يعني انت القصد انه انا كيف، بس اذا انا عندي الشركه كيف بدي اتواصل مع اتخاطب مع الشركات العالميه اللي بتقدم لي حوسبه سحابيه، ولا لا انه تماما كسيرفيسز كخدمات. كسيرفر؟ اول شيء اهم شيء اقدر انا امن نت يكون سريع بالشركه، تمام، عشان انا وقت اللي بدي اقدر اتواصل او اقدر يعني اتيح للموظفين اللي عندي يجيبوا يستخدموا يعني يسترجعوا بيانات من الكلاود، تكون النت متوفر، ما يكون في عندي مثلا اقعد اعطل الشركه كلياتها اذا كان النت عندنا مثلا ضعيف، تمام، انه سرعه النت عندي بطيئه، اذا تعطل شغل الشركه ولا عاد فيني ابعت فاكسات او انقطعت، يعني بدي امن. اهم شيء يكون في عندي انترنت يكون عالي، لانه انا فيني اذا كنت دافع اجور يعني دافع رسوم منيحه للكلاود، للشركات اللي بتقدم لي كلاود كومبيوتينج، فانا فيني احجز مساحات تخزين هائله، وبالتالي انا بس بحاجه نت يكون سريع مشان اقدر استرجع البيانات بالوقت اللي انا بدي اياه. يعني حتى الحاسبات اللي عندي مو شرط تكون ذات مواصفات عاليه، لانه انا فيني استخدم الحاسب يكون بس شاشه اظهار. تماما. يمكن كمان هي الفكره بالتوجه للحوسبه السحابيه، مثل ما بيقولوا كوست سيفنج، يعني بتوفر كلفه. بالضبط استاذ، انا ما عاد بحاجه اني امن حواسب ذات مواصفات هائله تستحمل برامج تستحمل ضغط عمل او تضل شغاله لساعات كثيره. صحيح، حواسب، بنيه تحتيه، سيرفر روم، غرفه، خزانه، كهرباء، انذار اطفاء، حريق، يمكن كل هالقصص. طيب في سؤالين تانيات على السريع، مو البنيه التحتيه كخدمه بتقدم لي كل الاحتياجات اللي بدي اياها انا لابني اي مشروع من اجهزه افتراضيه واداره وتحكم وبناء معماريه؟ يعني انا بمعنى السؤال من قاسم انه انا فيني اطبق نفس الشيء عندي بالشركه، يعني ليش لحتى اتعامل مع مخدمات خارجيه؟ السؤال حلو استاذ. هلا الفكره انه انا لما بدي اوفر، انا يعني الشركات، تعرف انت استاذ، الشركات تحسبها على المدى الطويل، على المدى الطويل انا الافضل اللي انا بوفر. هلا نحن ذكرنا من محاسنها، تمام، انه بتحجز مساحات تخزين هائله، انا حتى فيني الشركه نفسها، انا ما يضل في عندي بناء للشركه، يعني انا فيني مثلا خلي بس كم موظف، تمام، وخلي بقيه الموظفين فيني يشتغلوا من منازلهم مثلا، تمام، هي شغله. الشغله الثانيه انه انا فيني وفر تكلفة بناء، وفيني وفر تكلفة بناء شركة كاملة، تمام، بهذا الشيء. ثانيا الحوسبة السحابية نحن ذكرنا انه بتحلي انه انا مثلا بس قلنا مساحات تخزين هائلة، حماية للبيانات،
يعني مثلا انا فيني الشركه مثلا فيها تتعامل مع الحوسبه السحابيه انه مثلا الموظفين هدول متاح لهم يفوتوا مثلا على معلومات، يعني حتى هي ضمن القسم المخصص لها والمساحه المخصصه لها بالسحابه فيها ما تخلي كل المعلومات شائعه للموظفين، مثلا هذا القسم معني بهي المعلومات فقط. يعني انا بالعكس بوفر كثير مصاري لما بوفر تكلفه بناء الشركه وتجهيزات وبنيه تحتيه للشركه واستمراريه، بوفر تكاليف صيانه حتى صيانه. صحيح. بالعكس انا شايف الحوسبه السحابيه افضل من يكون عندي انا بناء الشركه واهله بنيه تحتيه، لانه بدها يعني تكاليف صيانه الحالة بتاخذ ممكن قد تكاليف اني انا احجز صحيح، بدك تشوف مساحه. اليوم امازون ويب سيرفيسز وين صاروا، الاي دبليو اس، يعني كل الناس عم تاخذ سيرفيسز منها تقريبا اليوم. في سؤال اخير، بالضبط. يعني هو ثلاث اسئله مع بعض بس نفس الفكره، بس بدي اياك تجاوب عليه بسرعه. قد ايه نسبه السكيورتي بالكلاود، يعني كلاود كومبيوتنج، قد ايه فيني اضمنها ومين ممكن يخترق الشبكه تبعي؟ بس بسرعه تفضل. ايه تمام. هلا استاذ، في نحن في عندنا هون في عندنا نظام تشفير اسمه هو عن اسمه كلود اكسس سكيورتي بروكر. هذا نظام تشفير بيستخدم بين المستخدم والسحابه، فهو بيقوم بتشفير البيانات تمام قبل ما يحطها على السحابه، يعني قبل ما يحطها على السحابه بيقوم بتشفيرها. وفي عندنا نحن كمان برنامج اسمه سنترال فيروس سكانرز، هو عباره بيقوم بكشف اذا كان في حاول يعني في حدا عم يحاول يحط فيروسات فيروس على الكلاود، فهو بيقوم بفحصه اذا في اخطاء كمان بيرجعها يعني بالعكس فيها دقه بالتعامل وحمايه وامان. وكمان نذكر نحن استاذ المره الماضيه حكينا على الفايرول، فهن بيعتمدوا بشكل كتير كبير على الفايرول بالحفاظ وبالتعامل مع البيانات ومع السيرفرات الموجوده بالكلاود. واضافه لذلك كمان احنا ذكرنا انه في عندنا بروتوكولات معينه باثناء طريق اثناء نقل البيانات، هي عباره عن مثل اس اس ال، هو بيعتمد انه انا في عندي مفاتيح للتشفير ولفك التشفير بين العميل او الزبون وبين الشركه اللي عم تخدمني بين الكلاود. صحيح. لازم كمان نوضح انه كل شيء بحقه، يعني اليوم انت فينك تاخذ سيرفيسز قد ما بدك خفيفه نظيفه، فينك تضيف عليها قد ما بدك لايرز من السكيورتي، سواء انكريبشن كيز، سواء فايروول، سواء سيرفيسز، قد ما بدك فينك، يعني كل شيء بحقه مثل ما بيقولوا، موجوده على كل الاحوال. تماما تماما. صحيح. انا بدي اتشكرك كثير مهندس احمد، الله يعطيك الف عافيه، وشكرا لهالمحاضره الجميله جدا عن موضوع الكلاود كومبيوتنج، وعم نستنى منك كمان هيك شغلات مشابهه قريبا ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه. ان شاء الله يعطيك الف عافيه. شكرا. شكرا. هلا بدنا نروح لما المهندس احمد دربولي لحتى نحكي عن البنيه التحتيه لمزود خدمه الانترنت. طيب يلا. أحمد عم تسمعنا؟ أيوة مساء الخير. يلا أنا مساء النور، معك الهذا، معك الهواء، معنا 10 دقائق يعني 12 دقيقة، تفضل. تفضل، شايفين البرزنتيشن. تفضل. أيوة. أحمد شايفين البرزنتيشن معك، تفضل. سامعيني هيك؟ سامعينك، تفضل. أيوة. مساء الخير أول شيء، و كيفكم؟ هي نحن الثالث أسبوع، طبعاً أنا أول أسبوع ما كنت معكم. بتشكر زملاء على هالبرزنتيشن، اثنين يعني اللي كانوا عاملينهم كتير حلوين، وأستاذ أحمد كمان معلومات كتير جميلة وقيمة. هلا بدنا نكفي، يعني بدنا نقول هيك، بدنا نكفي على اللي حكى أستاذ أحمد من شوي. بدنا ندخل بمجال الـ ISP الانترنت سيرفيس بروفايدر، مزود خدمة الانترنت. طبعا أنا أحمد دربولي، مهندس اتصالات، IT and Network Engineer، خبرة 4 سنين بمجال النتوركينج. فهلا رح نبلش محاضرتنا بمزود خدمة الانترنت الـ ISP. الISP بشكل عام هو مزود خدمة الإنترنت الموجود عنا اللي نحن بنستخدمه لحتى يأمن لنا
الاتصال لنوصل للشبكه، شبكه الانترنت، ونقدر نجيب منها السيرفيسز اللي نحن طالبينها. تمام، فهو من اسمه انترنت سيرفيس بروفايدر، هو الجهه المسؤوله على انه تامن لنا الانترنت، فهي بتكون الجهه الوسيطه بين الكلاينت وبين الوان شبكه الانترنت، فهي الطرف المسؤول انه يطلع على الانترنت. يعني انا كمشترك مو انا اللي بطلع على الانترنت، انا في مين عالم تاني هي بتطلع، بس انا بوصل لها الطلب اللي عندي. هلا نحن اليوم بدنا نحكي عن مكونات السيرفيس بروفايدر، انترنت سيرفيس بروفايدر. مثل ما شايفين هون احنا اي اس بي كومبوننتس، عندنا دي ان اس سيرفر، نات سيرفر، راديوس، بروكسي، سيرفيسز سيرفر، والراوتر، الراوترات والسويتشات. مثل ما ملاحظين هون انه نحن عم نحكي دي ان اس، نات، بروكسي، يعني الشغلات الاساسيه اللي عم تكون معنا نحن كشبكه هي موجوده بالاي اس بي. نحن هلا بس فكره صغيره هيك لازم ننوه لها، ولازم تكون نحن بحسباننا كلياتها كنتورك انجينيرينج. تمام، انه انا الاي اس بي هلا عندي، كيف انا مثلا عملت شبكه داخليه بالبيت؟ تمام، يعني انا وقت مثلا بدي اعمل شبكه الاي دي اس ال مودم اللي عندي انا بالبيت مثلا، عم يامن لي دي ان اس، وعم يامن لي نات، وعم يامن لي دي اتش سي بي، تمام، وعم يامن لي فاير وول، اوكي، وانا عم اعطيه اليوزر نيم والباسورد. نفس الشيء بالنسبه هي شبكه داخليه. تمام، هلا نحن بدنا ننظر للاي اس بي نفس الشيء، انه هو شبكه وعنده كلاينتس، يعني مثل الاي دي اس ال مودم، ونحن بالنسبه له هن كلاينتس، ونفس الشيء الاي اس بي مزود خدمه الانترنت، نحن بالنسبه له كلاينتس. فهو شو لازم يقدم لنا؟ بده يقدم لنا دي ان اس، بده يقدم لنا اي بي، وبده يقدم لنا حسابات لحتى نقدر نطلع ونأكسس على الانترنت. تمام، فبشكل اساسي للاي اس بي، تمام، نحن عم نحكي بشكل اساسي انه دي ان اس سيرفر، نات، راديوس، بروكسي سيرفر، وسيرفيسز سيرفر، وراوترات والسويتشات. طبعا الراوترات والسويتشات هي اللي حتى تامن لي انه المشترك، تمام، اللي جاي من الشبكه، من الشبكه، شبكه الاتصالات، تمام، حتى يقدر ياكسس ضمن المزود ويقدر ياخذ هالشغلات قبل اللي حكيناها. فبشكل بسيط انه نحن بدنا ننظر للاي اس بي، لمزود خدمه الانترنت، انه هو شبكه داخليه، لانه كل اي اس بي عنده مجموعه مشتركين. تمام، هدول المجموعة المشتركين هي بيمثلوا الشبكة الموجودة عنده، وبالتالي هو رح يقدم له أهم الخدمات اللي لحتى ISP يطلع. هاي هي أنا رح نبلش أول شيء، رح نستعرضه نحن بشكل سريع، لأنه هني مفاهيم موجودة ومعروفة عنا نحن من زمان. يعني مثلا DNS Domain Name Server هو السيرفر الأساسي بعمليتنا نحن، هي هو السيرفر اللي بيقدم لي خدمة ترجمة المواقع لحتى اطلبها. نحن مثل ما بنعرف نحن انه شبكه الانترنت هي قائمه على شيء اساسي هو الانترنت بروتوكول اي بي. تمام، وبالتالي كل حياتك انت ضمن هي الانترنت هو اي بي، عباره عن ارقام اي بيات عم تشتغل. يعني مثلا نحن فيسبوك، نحن ما اسمه فيسبوك على شبكه الانترنت، فيسبوك هو عباره عن اي بي، ولنفرض له اي بي معين. تمام، هذا هو الفيسبوك. جوجل هو ما اسمه جوجل على شبكة الانترنت، هو له اسمه اي بي، له اي بي محدد. يعني مثال بسيط نحن لحتى نقرب الفكرة، يعني مثل الموبايلات، نحن عندنا مثلا، عندك بالموبايل مثلا 200 200 300 400 500 اسم بالموبايل، انت اكيد ماك حافظهم كلياتهم. واكيد نحن مثلا على شبكات المزود الخليوي ما عنده، والله مثلا انا بدي دق لاحمد دربولي، اوكي ممكن يكون في 200 احمد دربولي، 300 احمد دربولي، بس انا واحد منهم له رقم معين. تماما، هذا مثلا انت وقت بيقولوا لك السيم، السيم تبعك بتكون مجهزه برقم، فهذا الرقم هو انت اسمك على الشبكه. تمام، وبالتالي انا وقت بدي دق لحدا بدق برقمه، ما بدق له باسمه. كيف بنميز الدي ان اس؟ انت وقت بتفتح موبايلك وبتفوت على جهات الاتصال بتكتب الاسم وبتدق، وبالتالي هو لحاله الموبايل طالع لك الرقم وعمل له ديال واتصل مع الرقم. تمام، فهي مثال بسيط صغير كثير عن دي ان اس، مثل الموجود عندنا بالموبايلات، يعني اعتبروه دليل. تمام، مثل دليل الهاتف، انا وقت بدي احكي مع حدا بفتح دليل الهاتف، بستخرج الرقم وبدق له. نفس الشيء الدي ان اس، انا وقت مثلا بكون بعت له انا بدي فيسبوك، اوكي، ببعت له فيسبوك،
هو بشوف الدي ان بيفتح دليل الهاتف، دليل المواقع اللي عنده، تمام، بدور فيسبوك اوكي، بيعطيه الاي بي وبيعمل له اكسس، بعدين انه يتجاوز على الخطوه اللي بعدها. في عندنا النات، النتورك ادرس ترانزليشن، تمام، هذا الشيء كثير اساسي وكثير ضروري بمزودات الخدمه. طبعا النات لنحكي عنه كمان كلمتين صغار، او هو له ثلاث انواع: ستاتيك، دايناميك، وبات. ستاتيك انت بتصير انت مثل ما بيقول تعطي الاي بي، بتروت الاي بيات البرايفت على الاي بيات البابليك ستاتيك، يعني بايدك انت كل اي بي باي بي تو بتكون حاطط له. الدايناميك بشكل ديناميكي اوتوماتيكي، يعني مثلا تمام انه هو لحاله بصير بقى بيعرف انه انت وقت دخلت هالاي بيات هاي فورا هو لحاله اوتوماتيكيا بصير يبادل بين الاي بيات البرايفت واي بيات البابليك. البات هون هي الشيء اللي كل المزودات هلا بتعمله، ومو بس كل المزودات، بكل العالم، لانه نحن هلا وصلنا تقريبا يعني بجوز سنتين ثلاثه زمان اربعه ماكسيموم واقل بجوز زمان، انه نحن بقى بدنا نطلع على الاي بي فيرجن 6، لانه نحن عندنا الاي بي فيرجن 4 خلص يعني تقريبا سقف. فنحن شو بدنا نستخدم تقنيه لحتى اقدر اني يعني ما افرش، لانه بتعرفوا انتم اي الاي اهم خاصيه من خاصيات الاي بي هي انه يونيك، فريد من نوعه، ما في منه اثنين بالعالم كلياته. لهيك نحن بتشوفوا انتو عنا برايفت اي بي وببليك اي بي، فاخترعوا البرايفت اي بي انه خلاص نحن مو كل الاجهزة لازم تاخد ببليك اي بي، خلينا نشتغل ببرايفت اي بي لحتى نوفر مساحة بالببليك اي بي، تمام؟ يعني مثل ما بتشوف انت مثلا عندك انت بالبيت عندك بالاي دي اس ال مودم بتكون اخذ اي بي واحد، تمام، وموزع داخل البيت عندك اي بيات تاني، فانت على الجيتوي عندك بيكون واقف اي بيين، اي بي برايفت هو الجيتوي تبعك 192.168.1.1 whatever اي اي بي انت ممكن تحطه. الاي بي الثاني اللي بيكون على الجيتوي هو المسند لك من قبل المزود، سواء كان برايفت او بابليك، انت اذا كان طالبه بابليك ستاتيك ريال اي بي، تمام، او اذا ما لك طالب هاي الخدمه بيكون عنده برايفت اي بي كمان. فهون الفكره بقصه البات، بقصه البات بالنات، انه انا هون باخذ اي بي، تمام، انا مزود خدمه انترنت مثلا عندي باكج اي بيات انا اشتريت ودفعت حق المصاري، تمام، من مؤسسه العام للاتصالات، ولنفرض مثلا 1000 اي بي مثلا، ممكن، تمام، امثله كلها هي نحن عم نعطيها 1000 اي بي اخذتهم، انا هال1000 اي بي عمليا انا بيخدموني 1000 مشترك، لانه كل مشترك بدي اسند له اي بي. اوكي انا وصلت لل1000، شو بدي اعمل بعدين؟ بدي اشتري، هون بصير الكوست عالي علي كتير. طب انا شو بدي، انا بدي استفيد من الريسورسز الموجوده عندي، انا شو بلجأ لتقنيه؟ بلجأ لتقنيه النات اللي هي ضمنها البات، بيقولوا له انا بسند كل اي بي، كل ريال اي بي عندي لمجموعه برايفت اي بي، ثلاث اي بيات، اربع اي بيات حسب كل مزود هو شو بيضيف، تمام. يعني انا عندي كل ثلاثه برايفت اي بي، يعني كل ثلاث مشتركين وبطالعهم من ريال اي بي واحد، من اي بي حقيقي واحد، وبالتالي انا ضربت هال1000 اي بي، هال1000 ريال اي بي الموجودين عندي بثلاثه، معناتها انا صار عندي هلا قديش 3000 مشترك. طبعا الارقام ما انا دقيقه كثير، لانه كل اي بي حسب ممكن قديش انه يضيفوا له، ممكن قديش يزيدوا عليه او يقللوا، يعني حسب 3 4 5 ممكن اقل ممكن اكثر حسب المزود هو كيف بيشتغل. فبالشكل الاساسي يعني هي البات هيك، انه انا عندي ريال اي بي اسنده لمجموعه مشتركين، تمام، وبالتالي انا استفد. حتى انت عندك الاي دي اس ان مودم بالبيت انت ما انك اخذ ريال اي بي، انت اخذ برايفت اي بي ضمن شبكه، ضمن المزود اللي عندك، شبكه المزود اللي عندك. هالبرايفت اي بي هذا اللي لك عم يطلع من ريال اي بي موجود بالمزود، وانت بتكون تشاركه مع حدا تاني. وبالتالي النات هو عنصر اساسي، مثل ما هو عنصر اساسي عندك بالاي دي اس ال مودم لحتى انت تطلع الريكويستات البرايفت اللي عندك لحتى تبصر النور بالوان، نفس الشيء بالاي اس بي النات هو عم ياخذ هالريكويستات هدول من البرايفت اي بي الموجودين عنده، من الكلاينتس الموجود اللي عنده، بيسندها للريال اي بي لكل مشترك، وبتطلع على الباب على العنوان بتجيب الريكويستات وبترجع. كثير يعني تماما، يعني انتم هلا قاعدين عم تفكروا انه كثير مشابه الوضع اللي عندي بالبيت، كثير سمبل الموضوع تماما. نحن بنشوف انه اي اس بي مزود خدمه انترنت، اي اس بي مزود خدمه انترنت كلياته ممكن يكون عباره عن كابينه وحده موجود،
تمام، راوتر سويتش وسيرفر والقصص النات والنات والراديوس، وهلا جايين عم نحكي هلا على الراديوس. وبالتالي النات مثل ما حكينا انه هو عم يستلم الطلبات البرايفت من الكلاينتس الموجوده اللي عنده، عم يحولها لكل اي بي ريال مقابل له، بيطلع بيجيب الطلبات الريكوستات وبترجع. تمام، هلا بننتقل على شيء ثاني اساسي، الراديوس الريموت اوثنتيكيشن دايل ان يوزر سيرفر. تماما، هذا السيرفر في عنده شغله اساسيه ومهمه كثير، مهمه اساسيه عنده، يلي هي تريبل اي كونكشن اوثنتيكيتنج اوثورايزيشن اكاونتنج. هالثلاث مهام الرئيسيه هي طبعا من مهام الراديوس بمزود الخدمه، انه انا عندي، انت اول ما بتشترك بالانترنت من اي مزود خدمه بيقول لك انه انت لك يوزر نيم باسورد. طيب انا اليوزر نيم والباسورد مين بده يتحقق لي منهم؟ يعني انا هلا ممكن احط اي يوزر نيم وباسورد عندي انا، والمفروض اني اعمل اكسس على المزود اللي عندي هون. عفوا، هون بتيجي بقى قصه الراديوس. انا متى ما وصل، طبعا هي بمرحله الاستابليشنج للكونكشن بين بين الكلاينت وبين الاي اس بي. تمام، هي هون بيجي الراديوس. تمام، قبل ما يفوت على الدي ان اس وقبل ما يفوت على الناس على النات، الاستابليشنج كونكشن، هو بيكون موجود الراديوس واقف استلم هالمعلومات هي. بده يستلم ريكويست هو اول شيء ليأمن الاتصال، فاستلم ريكويست بيوزر نيم وباسورد. اول شغله شو بيطلع؟ بيعمل اوثنتيكيتنج، انه انا بتحقق من هالاسم الموجود، هو عن جد موجود عندي ولا لا. يعني اكس ات كذا دوت اس واي، انا هالاكس هذا موجود عندي؟ طيب طلع هيك، اوكي موجود عندي. طيب شغله ثانيه، الباسورد اللي اعطاني اياها هو اللي جايب الريكوست هي صحيحه ولا لا؟ يعني انا بدي اتاكد من الاكونت تبعه موجود بيوزر نيم وباسورد صحيحين. عمل تشيك على اليوزر نيم، عمل تشيك على الباسورد، طلع هيك اوكي ممتاز، عطى اوكي. طيب بيطلع على القسم الثاني، انت كمزود خدمه انترنت بالنهايه انت ما عم تقدم عم تقدم السيرفيس ببلاش، انت عم تقدمها بمصاري. تمام، انت مشتري اي بي، انت مشتري تجهيزات، انت مشتري حزمه انترنت عم تطالع منها المشتركين، وبالتالي انت بدك كمان تاخذ حق هالقصص هاي كلها. ده بيكون لكل مشترك شيء اسمه البروفايل تبعه، الاكونت تبعه يعني. تمام، هذا الاكونت بيكون له مثلا ايمت دورته المحاسبيه، قديش عليه زمن ماليه، شو هي الخدمات المطبقه على هذا اليوزر، مثلا ستاتيك اي بي، اي بي تي في مثلا، ليز لاين، اي خدمه ممكن يقدم لك اياها المزود. ونحن هلا جايين على الخدمات ممكن يقدمها المزود، بيشوف انه مستوفي كل هالشروط، انه اخذ هالشروط هاي. طلع هيك انه عليه زمن مالي شيء، يعني مثلا هذا المشترك انه مستحق عليه فاتوره انه يدفعها ولا لا، مستحق عليه زمن مالي قبل انه يدفعها ولا لا. بيطلع هيك بيعمل تشيك كمان، بيطلع انه اوكي، يعني مثل كانه ضرب له فيش، بيضرب له فيش انه ما علي اي شيء، لا هذا المشترك اموره تمام. بنروح على اخر مرحله واللي هي الاوثرايزيشن، يعني هي انه اعطاء انه خلص انا اعطيتك انه انت تطلع، يعني انا سمحت لك. تمام، فاخر مرحله انه عطاء اي بي. تمام، انه قال له خلص اوكي انت امورك تمام، اطلع على الانترنت. بهي المرحله بيكون ضوى عندك ضوء الانترنت على الاي دي اس ال مودم، وبكون انت اخذت اي بي واستبلش وصار في كونكشن كامل بين الكلاينت وبين الاي اس بي. تمام، مين المسؤول عنه؟ مين المسؤول عن انك تدخل لهذا الشيء؟ الراديوس عن طريق التربل اي كونكشن. بعد ما عمل هالمعادله هيك لهاتا سمح لك انك تفوت على المزود، يعني مثل هو الحارس الواقف على المزود لحتى يسمح مين مكان. يعني انت بالحفلات مثلا مشهوره بيقول لك انه البطاقه تبعتك، تعطي البطاقه بيتاكد من اسمك من هويتك، بعدين انه انت دافع مثلا كل هذا، بعدين بيعطيك السماحيه بانك تدخل على هذا المهرجان او اي شيء. ونفس الشيء الراديوس اعطاك من خلال تريبل اي كونكشن بروتوكول تريبل اي انه اعطاك انك تفوت. هلا في عنا شغله ثانيه اساسيه بال مزود خدمه الانترنت، هو البروكسي. تماما، هلا نحن كلياتنا بنعرف بالبروكسي انه مثل الفي بي ان، وانه انا بستخدم البروكسي انه لحتى اطلع على المواقع المحظوره اللي ما فيني فوت عليها وهيك. تماما، هي بالعالم العادي هيك بيفكروا. وهلا مثلا انتم مفكرين انه ايه اوكي انه البروكسي نحن حاطينه بالاي اس بي بس مشان يكسر لنا حظر المواقع، بما انه نحن ساكنين بسوريا وعلينا عقوبات.
البروكسي اكبر من هيك، البروكسي ممكن يعطيني خدمات اعلى من هيك. ف مثل ما شايفين نحن هون بالصوره البروكسي هو واقف بين الكلاينت وبين الانترنت، يعني بالمزود لخدمه الانترنت اللي نحن راح نقول عنه، فهو واقف بالنص. ليش انا بدي استخدم البروكسي؟ شو هي الشغلات اللي بتسمح لي ان شو الخدمات اللي بيقدم لي اياها البروكسي لحتى اخذها؟ في عندنا خمس اسباب وخمس سيرفيسز ممكن يقدم لي اياها البروكسي غير انه يكسر لي هويتي انا على الوان واطلع منه. اول شيء مثل ما شايفين عندنا كنترول انترنت يوزج، فيني اضبط حركه الانترنت عندي، فيني اعمل سيف للباندويت الموجودة عندي. كيف سيف للباندويت الموجودة اللي عندي؟ بشكل مختصر أنا البروكسي فيني استخدم في شيء مثل الكاش، تمام؟ من خلال البروكسي بصير أنا بكيش المواقع اللي عم أطلبها أنا أكثر شيء، تمام؟ وبالتالي أنا بخفف من عملية أني دور على هذا الموقع وأطلع من خلاله، وبالتالي أنا وقت بحفظ هالمواقع هي كلها عندي بكاش ميموري، أوكي؟ بصير بسرع من عملية الاتصال، بسرع من عملية الطلب تماما. البرايفسي ممكن يعمل لي برايفسي كمان انا ضمن للكلاينتس وللمزود. السكيورتي كمان انا البروكسي فيني استخدمه كانتي فيروس، تمام، ومشان انا احمي شبكتي واحمي المشتركين واحمي العالم واحمي انه انا اتاكد الطلبات اللي عم تيجي من الشبكه الخارجيه وتفوت على المزود انه اذا كانت فيروس او كان فيها ملفات مضروبه او كذا ممكن تسبب لي مشاكل وتنهار البنيه التحتيه كلها اللي عندي. واكسس تو بلوكد ريسورسز، تمام، مثل ما حكينا انه انا من خلال البروكسي انا فيني غير هويتي على الانترنت وبالتالي ما بطلع بهويتي الحقيقيه، طبعا ما بتكون مشفره، وبالتالي ممكن ادخل على المواقع المحظوره واقدر فوت عليها. فهي طبعا بشكل مختصر، تمام، عم نحكي عن البروكسي، هي الخدمات اللي ممكن يقدم لي اياها البروكسي ضمن مزود خدمه الانترنت لحتى استفيد منه. تمام، هلا عندنا سيرفيسز سيرفر. تمام، هلا الاي اس بي انا مو بالضروره يامن لي بس انترنت، يعني انا مو ضروري انه يامن لي بس انه بطلع انا على الانترنت. الاي اس بي ممكن يامن لي عده خدمات ثانيه انا ككلاينت ممكن استفيد منها، تمام. اول شيء الهوستينج، ويب هوستينج او ايميل، تمام. انا ممكن مزود خدمه الانترنت اللي عندي ممكن يقول لك انه انا بشتغل مزود خدمه الانترنت بس بنفس الوقت انا بشتغل هوست، يعني انا مستضيف، انا ممكن امن لك استضافه ايميلات اكسترنال ايميل او ممكن استضيف لك ويب. يعني مثلا انا شركه، تمام، بدي يكون لي ويب سايت على الانترنت، تمام، فلمين بدي الجأ للهوست. هلا في عندك شركات هوست خاصه وفي عندك اي اس بيز ممكن تامن لك هوست، تمام، وبالتالي انا بتواصل مع مثلا مزود الخدمه تبعي وبستفسر انه عندكم هوست، اوكي عندي هوست، انا عندي مثلا بدي ويب سايت بحجم كذا يامن الخدمات الفلانيه كذا، اوكي بتعملوا كونتراكت بين بعضهم وخالصين. في عندك مثلا الايميل، مثلا انا كمان شركه، انا عندي ايميل داخلي بس هذا الايميل الداخلي ضمن الموظفين اللي عندي بالشركه، انا بدي ايميل خارجي، يعني انا اذا اي جهه خارجيه بدها تتخاطب معي تتخاطب معي عن طريق ايميل رسمي خارجي باسم الشركه مثلا، كمان بحكي مع الهوست او مثلا مزود الخدمه اللي بيقدم لي اياه، تمام، انه انا انا ممكن اقدم لك هوست ايميل، طبعا كله بحقه مو ببلاش، لانه مثل ما حكى من شوي الاستاذ احمد قبلي انه كلياته عم يتسجل على سيرفرات وانا عم ادفع حقه، فكل ما عم ادفع منيح بالتالي عم اخذ على خدمه بجوده ممتازه. يعني مثلا ممكن تلاقي شركات هوست مثلا بتلاقي دائما بتفصل عندهم السيرفرات، بيفصل عندهم الكونكشن، دائما بحاله خطر، بتحس ما انك مرتاح معهم ابدا، تمام، بتكون رخيصه وقت بتدفع مثلا اغلى بتلاقي مثلا دائما في ستابيليتي اعلى، في سكيورتي اعلى، تمام، فكل شيء بحقه. وهذا جزء من اجزاء الهوستنج والستورج هلا اللي رح نحكي عنها، هي جزء من اجزاء الكلاود كومبيوتينج، تمام، يعني انا عم احجز ريسورسز بمكان ثاني لحتى اقدر استفيد منها، وبالتالي بريح حالي من الكوست وبريح حالي من شراء تجهيزات وربطه بالانترنت وقصص كثير معدته بهالقصه هي.
فأنا لا خلص بريح راسي، أنا مزود خدمة الإنترنت اللي عندي، ممكن يأمن لي خدمة الإيميل هوست، وبالتالي خلص أنا أموري تمام. فأنت مثلا بتروح بآخر الشهر عم تدفع، إنه عم تدفع هوست، عم تدفع ستوريج، خلص، وعم تدفع فاتورة الإنترنت، يعني أمورك كتير تمام. شغلة تانية ممكن يأمن لك إياها السيرفيس بروفايدر أو الأي إس بي، الإنترنت سيرفيس بروفايدر، هي الستوريج. أنا مثلا كمان كمزود، إنه أنا بدي في عندي جزء من المعلومات، أنا ما بدي، يعني أنا ما بدي أشتري شيء فيزيكالي يحطه عندي أنا بالشركة. في عندي شغلة مثلا، أنا عندي بدون قطع الكهرباء كتير، الإنترنت عندي مو دائما ضابط، مثلا أنا مهدد إني أتعرض لاختراقات لقصص معينة، وبالتالي أنا بلجأ لعند وسيط هو بيأمن لي، بيقول لي إنه أنا بأمن لك أكسس 24 على 7 للمعلومات اللي عندك بأفضل وسائل الحماية، أيمت ما حبيت أنت ممكن تفوت عليها، بتبرم معقد بهذا الشيء، هو بيعطيك مثلا مساحة تخزينية بقدرة كذا، تمام، بيأمن لك إياها، وأنت بقى بتصير ترفع كل محتوياتك عليها. طبعا هو بيكون ضمن العقود، مثلا انت ابرام العقد مثلا ممكن تقول انه انا بدي ضمان المعلومات انه ما تضيع، مثلا بيقول لك انه انا عندي باك اب يومي اسبوعي شهري حسب، تمام، بيقول لك انه انا عندي مجهز الداتا سنتر اللي عندي ببطاريات، باجهزه حمايه ومراقبه واطفاء، ب ستيبلتي عاليه جدا تماما، وبالتالي انا ريحت حالي من اني اشتري هارد، ومن اني اشتري سيرفر واعمل عليه باك اب، وريحت حالي من اني اشتري بطاريات يو بي اس مشان اذا انقطعت عندي الكهرباء، ريحت حالي من اني ضل خايف وقلقان انه انا ممكن اتعرض لهكريه، او اتعرض لاي هجمه ممكن ابتزازيه تروح لي كل المعلومات، لانه المزود تبعي انا هو عليه هذا العاتق كلياته، وبالتالي انا كمان هي جزء من اجزاء الكلاود كومبيوتينج، تمام، انه انا خلاص ما في داعي بقى اخلي عندي شيء بالشركه تماما. وهو اذا بدنا نقول مثل التراديشنال من زمان، كنت تفوت على الشركه مثلا بيقول لك انه انا عندي سيرفر شير او شير فولدر، تمام، انه كل المشتركين، عفوا كل الموظفين اللي عندي بحطوا لهم معلوماتهم على سيرفر معين، بياكسسوا عليه وبياخذوا المعلومات اللي بدهم اياها كلهم حسب الفولدر الديبارتمنت اللي خاص فيه، مثلا اتش ار، اكاونتنج، سيلز، اي تي، المانجمنت، تمام. وبالتالي نفس الشيء المزود خدمه الانترنت او اي مزود خدمه ممكن يامن لك هذا الشيء من خلال انه انا بعطيه كامل البيانات، بيدرس لي الوضع اللي عندي، وانا بقول له مثلا بدي بوليسي معينه كذا كذا كذا، بدي تجزئ لي كل واحد له اكسس معين، كل واحد له شيء معين باكسس عليه، وبالتالي نفس الشيء اللي كان عندي انا، بس اللي فرقت انه صارت معلوماتي بمكان ثاني، تمام، وعن طريق الانترنت انا بطلع بجيبها وبرجع. يعني انت كل اللي عليك انه شو يكون عندك انترنت بسرعه ممتازه وعاليه لحتى اقدر اخذ هذا الشيء. هلا ممكن بنشغل معنا الخدمات دقيقتين الثانية، بس مهندس أحمد، إذا فينا نستعجل شوي. يلا عندنا اخر شغلتين نحن عم نحكي فيهم، الموبايل ابلكيشن ستور. يعني مثلا انا كاي اس بي، تمام، نحن كلها كمشتركين مثلا اندرويد، ابل، تمام، فكل موبايل له ستور معين، وبتعرف نحن علينا عقوبات وكذا هيك، فهو ممكن يأمن لك انه قابلية انه انا ادخل على هدول الستورات مجانا. طبعا في شغلات تانية مثلا بنحكي عنها بعدين، هن بيكونوا متعاملين مثلا مع شركات مثل جوجل وفيسبوك وهدول القصص، بيشتروا منهم، وبالتالي مشان يسرعوا عملية الانترنت، عملية التصفح والطلب والرد. الاي بي تي في، الاي بي تي في غنية عن التعليق عن التعريف، وشرحنا عنها هذيك المرة بجلسة كاملة، هي احدى الخدمات اللي كمان ممكن يقدمها السيرفيس بروفايدر. طبعا هسه في ممكن خدمات كتير ممكن يقدمها، بس بشكل وجيز ومختصر. هلا بنجي للاخر شيء كمزود خدمة انترنت، الراوتر والسويتش. انت هدول العناصر الاساسية اللي عندك، لانه انت بالنهاية انت مزود خدمة بيعتمد على شبكة، تمام، اي شبكة كيف بدك تشتغل فيها؟ عن طريق الراوترات والسويتشات، تماما. فانت ككلاينت بتطلع ضمن سفرة معينة،
بتوصل على السويتشات. السويتشات هي البوابة اللي بتكون بمزود خدمة الإنترنت، بتوجهك للراوترات اللي بتعالج لك طلبك، بتعرف وين بدك تروح، بتعرف كيف تعطيك الديستنيشن، بتعرف كيف تعطيك كل البارامترات اللي أنت بدك تعتازها بما أنك اتصلت بقى لاير 3 عم تتعامل مع أي بي، بيوجهك بيعمل لك راوتينج وبتطلع ألوان وبترجع بعدين ترجع بخطوات معينة. هلا بشكل أساسي كتير هذا هو محتويات الـ ISP تماما. ان شاء الله نحن هلا بصدد تحضير لمحاضره بدنا نحكي فيها بشكل كامل، تمام، مو بالربع ساعه، نحن بشكل محاضره كامله عن الانترنت بشكل عام، كيف الانترنت بيطلع من المشترك لحتى يوصل على اي اس بي، وبنحكي بالتفصيل عن مزود خدمه الانترنت وبعدين شو بيصير ضمن مزود خدمة الإنترنت بكل خطوة من هالخطوات اللي كنا عم نحكي فيها لحتى يطلع ألوان ويرجع. طبعا أنا نسيت كمان أنه نحن في عنا فايروول كمان بالآي اس بي، كمان شيء أساسي. فإن شاء الله نحن بلكي إن شاء الله ضمن الأسبوع الجاي نحن نكون جاهزين أنه نحن نعطي محاضرة كاملة بشرح مفصل عن الآي اس بي. هي نحن يعني اليوم نحن انترودكشن عن 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 الآي اس بي، تمام. فهذا بشكل مختصر كل شيء عن الاي اس بي. معك انا استاذ سامي. الله يعطيك الف عافيه. لا بالفعل ممتعه جدا، يعني اصلا اليوم ثلاث محاضرات جدا ممتعين. الله يعطيك الف عافيه، انت ما اخذت ربع ساعه، اخذت نص ساعه. انا بعتذر كثير. بانتظار المحاضره اللي عم تحكي لنا عليها، خبرنا وين وكذا، بركي بنحضرها ان شاء الله كمان معك. اكيد نحن من خلال جروبكم ان شاء الله رح نكون موجه بشكل اساسي للجروب الاتصالات الموجودين معنا. ان شاء الله، الله يعطيك الف عافيه، وبتشكرك كثير كثير، وانتظار يعني المزيد منك قريبا جدا ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه. شكرا لك استاذ. شكرا. شكرا. طيب الله يعطيك العافيه. رح نروح هلا موضوع جديد شوي، ومانو مطروح كثير يعني اليومين، ما بتلاقوا هذا الموضوع مطروح كثير على النت ولا على غير محلات، لانه شوي هو هيك مختص بالكور نتورك وكذا. فالموضوع هو الـ IMS مع المهندسة لانا الأحمر. وجدا مهم على فكرة، وصار يعني اليوم بأسئلة مقابلات. تفضلي لانا، معك الهواء، اسمعينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، عم نسمعك. مساء الخير، يعطيكم العافية. واحد، الله يعافيك. تفضلي، معك الهواء 10 دقائق 12 دقيقة. صوتي واضح؟ تمام. أعرفكم عن حالي. أول شيء أنا لانا الأحمر، خريجة هندسة اتصالات. رح أحكي لكم اليوم عن لمحة عن مشروع تخرجي أنا وزميلاتي، كان بعنوان الـ IMS، هو اختصار للـ IP Multimedia Subsystem، أو مثل ما بيعربوه هو النظام الفرعي للوسائط المتعددة لاستخدام بروتوكول الإنترنت. هلأ هذا النظام انحط من قبل لجنة الـ 3GPP اللي بتحط ستاندرات الكوميونيكيشن. كان نحط أول شيء بعام 2000 أول ما ظهر الجيل الثالث، بس ما عطى ثماره وعطى الأهمية والفائدة تبعه حتى صرنا بالجيل الرابع، يعني حوالي 2010. هلا نشوف أول سلايد الثاني. يعني صار الأسبوع الماضي بشرف الأستاذ سامي، كان في مهندس حكى عن الكور نتورك بجميع الأجيال، يعني ابتداء من الثاني وانتهاء من الرابع. هلأ اللي بيهمني أني أنا رح أذكر بكم شغلة. أول شيء أنا سواء كنت بالجيل الثاني أو بالجيل الثالث، كان عندي طريق بتأمن لي أني أنا تنقل لي الصوت أو الفويس، اللي هو كان طريق السيركت سويتش، اللي إذا شايفينه هو في النودات HLR والEIR والAUC وهدول. هلأ أنا بحكي الجيل الثاني هون بالرسمة، ما بحكي 2.5 أو 2.7، ما كان في طريق ينقل لي الداتا باكيتس، بس بالتطور تأمن لي طريق. صار عندي جيل ثالث، تأمن لي طريق الباكيت سويتش، مضاف من الثاني جداد إنسان فينا هم SGSN والDGSN، أمنوا لي طريق يبعثوا لي فيه باكيتات الداتا على ISP مزود خدمة الإنترنت. طيب هلأ مع زيادة طلب الداتا ريت وتطور الأجيال، صار عندي جيل الرابع، صار عندي طريق واحد فقط اللي هو الباكيت سويتش. الطريقين اللي قبل وصروا
طريق واحد والباكت سويتش، ما عاد عندي يرسل لي داتا باكتات، صار عندي فقط ايديات. لانه الثاني الثلاث نودات جديده اللي انضافت هي ام ام اي والاي جي دبليو والبي جي دبليو. هلا بغض النظر عن قسم الاكسس انا ما راح احكي عنه، شفنا انا بال2 جي كان بي تي اس وبي اس سي، بال3 جي كان نود في وار ان سي، بالجيل الرابع حصل بنود واحده اللي هي الام بي. هلا بغض النظر عن الاكسس انا حكيت بس الفور نتورك. بس مهندس انا شوي صوتك عم بيقطش، اذا في مجال تشيك الشبكه او شيء تفضل. ايه تمام. بالجيل الرابع، بالجيل الرابع انا ما عاد عندي طريق اللي ما عاد عندي طريق. انا كنت بحل هاي الشغله عندي، كنت احكي مكالمه هلا كنت ما عاد في طريق الامن بها. صار عده طريق. اول حل كان اشرح انه اول شيء انه انا في 4G جدا مثلا تلقائيا على الموبايل عم يتحول من 4G الى 4G، قادرين ان هو راح اجيل او ليفل ثاني. هي التقنية كانت اول حل، واذا هو سكت من الجيل الثاني او الثالث بيعمل هاندل ديفرنتي، وفي قصة بيرجع للجيل الرابع او حتى بيكمل بيصير انا بتحكمي بيرجع لهم. طيب في حل ثاني انا اعمل مكالمة صوت اللي هو الفويس اوفر اي بي، يعني انا بستخدم شبكة الانترنت انشئ مكالمة في بس احدث افضل حل توصوله هلا وتناقض عنه هو الان او خلينا نقول هو الفويس اوفر اي سي اي، طبقوها باستخدام نظام الان. اذا جينا على السؤال اللي بعده، لا هي شوي الصوت بعيد اذا في مجال. ايوه هيك تمام، خلي الصوت هيك اذا سمحتي تفضلي. هيك الصوت سيء قبل شوي كان. هيك تمام. يلا جربي ان شاء الله تفضلي. هي بنيت 4G. 4 نتورك بال 4G اسمها EBC Evolved Packet Switch. الإيفولد باكيت سويتش. أستاذ في مجال روح فيك الفيتة ولا ما في وقت؟ لا إحنا ما نسمعك منيح بصراحة، يعني في كتير تقطيش وكتير. هلا هيك سامعك بس يعني ما بعرف بعد شوي. كانت مهمة. بعتذر عن التأخير. ولا يهمك. طيب هي الفور جي كور نتورك. هي الفور جي كور نتورك. هنقول الكور نتورك بالفور جي. مو هاد السلايد قبل. أيوة. الإي بي سي. هحكي عن النودات الموجوده في المول نود، يعني انا للاسف مو بس انا ما عم نسمع شيء ابدا مهندس للاسف، يعني في تقطيش شديد جدا وما عم نسمع شيء ابدا. في شيء طريقه ثانيه تحكي ولا صوتك جدا عم يبدو التغطيه سيئه جدا في مره. يعني بعيد ومو بس انا طبعا الكل عم بيقول نفس الحكي. فينك تشيكي شوي اذا بيتحسن الوضع لحتى نكمل، اذا ما بيتحسن ممكن نسجلها لهي المحاضره وننزلها لحالها لانه الاي ام اس يعني جدا مهم. لا لا هيك منيح سامعني. خلينا نجرب اخر مره تفضلي. طيب اخر مره هحكي عن النودات الموجودة بالكور نتورك. مو ضابط النمرة. طيب ما بعرف إذا بعد ما نخلص من
طيب خلينا لاخر شيء، اذا بتقدري تضبطي الموضوع ممكن نخليك يعني لبعد شيء ثلث ساعه اذا سمحتي، في مشكله؟ لا ممكن مشكله. طيب يلا بركي ان شاء الله بتقدري تحاولي، لانه نحن معك على الخط، يعني في 50 مهندس ناطرك اذا في مجال. اوكي يلا بالانتظار. طيب شكرا كثير كثير لك مهندسه دانا، بنتمنى هلا ان شاء الله تحلي المشكله، يعني مشاكل النت بكل العالم صفيت مو بس في منطقه واحده. طيب خلينا نروح ل المهندس صايل دياب. صايل معنا؟ صايل فهد؟ كمان موضوع جدا مهم. صايل معنا؟ تفضل. معك استاذ، بس شيل الميوت. صايل شلته معك، هيك منيح؟ مراحب، كيفك؟ تمام الحمد لله. يلا معك. مرحبا، اسمي صايل فهد الدياب، مهندس اتصالات وعم ادرس ماستر ادارة اعمال. شكرا كثير للزملاء اللي حكوا، وشكرا كثير لك استاذ سامي راعي هالموضوع هذا. هلا موضوعي كثير كثير واسع، وحكى عنه الاستاذ سامي اكثر من مره، والشباب كله ما حدا قصر، كثير واسع، فرح احاول احكي بشكل مختصر. يعني هو لمحه على الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعيه والفيسات. راح احكي شو هي الاقمار الاصطناعيه، شو الابلكيشنز، شو المحاسن، المساوئ، النظام، بيزكس، مدارات، الباندات، وشوي عن مكونات الفيسات. هلا بدايه، اي نظام اتصال الارض بدهم يتصلوا لازم يتحقق بيناتهم نظام اتصال مناسب. هلا في حال كانوا هالنقطتين كثير بعاد عن بعض بسبب كرويه الارض، خلينا نقول اعاد سلايد ستارز، بسبب كرويه الارض، فهون انا لا الريبيتر بيحل لي مشكله، ولا حتى ال HF ولا هاي الانظمه، فبحتاج لشيء اكبر من هيك اللي هو الساتلايت. فبلجأ للاقمار الاصطناعيه، بحيث انه علما انه قمر واحد على بعد من 200 كيلومتر ل 40 الف كيلومتر عن سطح الارض قادر يغطي لي تقريبا نص الكره الارضيه. فبلجأ لموضوع الأقمار الاصطناعية. هلا بشكل عام بتفيدني لتأمين اتصال بين نقاط مختلفة على وجه الأرض بمسافات بعيدة جدا جدا، حتى على مستوى مسافات قريبة. يعني أنا شفت شركات داخل دولة يعني دولة واحدة عم تستخدم الفيسات، تستخدم الفيسات والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بسبب الميزات رح أحكي عنها لاحقا. في حوالي 20,000 قمر اصطناعي بمدارات الأرض بتشتغل بأنظمة ديجيتال وأنالوج، بس حالياً كله ديجيتال بصن. بتشتغل صوت، فيديو، جي بي اس، وكثير من التطبيقات هلأ رح نحكي عنها. هلأ كأي نظام اتصالات، جملة الأستاذ سامي المعروفة، في عندي مرسل، مستقبل، وقناة. هون نظام الاتصالات بيهمني جزئين أساسيين. جزء الأرضي إما بيكون ثابت أو متحرك، ومعدات التعقب اللي بتخص القمر، والجزء الفضائي اللي هو القمر الصناعي نفسه. إطلاق الأقمار بيتم على أساس ما يسمى الميكانيك المداري، بتدور بمداراتها الخاصة اللي راح أحكي عنها بعد شوي كمان. بيتم فيها الاستقبال الإشارات وتحويل وتضخيم الترددات وإعادة الإرسال تجاه المحطات الأرضية وإلى آخره. هلا شويه ابلكيشن نحكي عنها. في عندي مثلا تطبيقات تقليديه اللي هي بتخص تطبيقات الطقس، الراديو والتي في برودكاست ساتلايتس، المهمات العسكريه، السلايدات، عفوا ساتلايتات النافيجيشن واللوكاليزيشن. بس اللي بيهمنا بصراحة هو الـ telecommunication applications. الأقمار الاصطناعية بتشكل عمود فقري للاتصالات بعيدة المدى أو الشبكات العالمية، وبتشكل لي كمان توسعة
لأنظمة اتصال خليوية مثل مثلا السورية الإريديوم هالشركات هاي بموضوع الفويس أوفر ساتلايت. فوائد عم بحكي بسرعة وباختصار لأنه بسبب الوقت وبسبب ضخامة الموضوع. فوائد الاتصال عبر الأقمار الصناعية، طبعا أهم فائدة أنه بيعطيني تغطية عالمية، مثل ما حكيت أنه قمر واحد فيني يغطي لنصف الكرة الأرضية مدار معين، فيني حقق اتصال وين ما كنت على سطح الأرض. فائدة تانية أنه فينا نستخدمه بأماكن ما بنقدر نستخدم فيها أي نوع تاني من الاتصالات، يعني مثل حالات الحروب، حالات الكوارث، بلجأ للأقمار الاصطناعية. وطبعاً أمان أكثر من الاتصالات الأرضية، ما بحتاج لبي اس تي ان، وغير قابل للهاكينج أو المراقبة. المساوئ طبعاً إلى مساوئ، الكلفة العالية جداً نسبياً، يعني كلفة جداً عالية، الحاجة لخط نظر مع القمر. يعني مثلا بالاتصال عن طريق مثلا سوريا، انا في حال كان عندي غصن شجره قدامي راح يعيق الاتصال، اذا كانت الدنيا مغيمه زياده ما راح اتصل، اذا ما كان الهوائي تبعي شايف السماء بشكل مباشر ما راح احقق اتصال، فبدي لاين اوف سايت. او طبعا العمر الافتراضي للقمر من ناحيه الباور محدوده. هلا بسلايد رقم 7 راح أحكي عن المدارات الأوربت. أنا عندي 3 مدارات أساسية بتدور هالأقمار بشكل دائري فوق خط الاستواء أو فوق القطب أو بمدارات معينة مختلفة طبعاً، بس الأساسيات هي اللو إيرث أوربت والميديوم إيرث أوربت والجيوستيشنري إيرث أوربت. تمام. هلأ الليو Low Earth Orbit بيبعد 250 إلى 1500 كيلومتر. Orbital Period أو مدة المدار يعني لحتى يكمل القمر دورته من 84 إلى 127 منت، يعني هذا أقرب مدار لأنه قريب وأقصر مسافة، أقصر مدار. غالباً بيستخدم للاتصالات الموبايل والأبحاث العلمية الخاصة بجيولوجيا الأرض والمهمات العسكرية كمان. الميديوم بيبعد حوالي 20,000 كيلومتر. الأوربيتال بيريود من 10 إلى 12 ساعة، غالبا بيستخدم للملاحة والجي بي اس وأيضا للاتصالات الموبايل. هلأ الجيو ستيشنري، جيو هذا اللي بيهمني أكثر شيء، حوالي 35,800 كيلومتر بيدور فوق خط الاستواء. الأوربيتال بيريود تبعه 24 ساعة، يعني بدور مع الأرض، يعني أنا بشوفه ثابت مثل القمر الحقيقي، بشوفه ثابت. بيستخدم للبرودكاستينج والفيسات وتطبيقات الفويس أوفر ساتلايت واستخدامات مهمة، يعني هذا أكثر شيء بهمنا. هلأ الترددات اللي بيستخدمها الأقمار الصناعية برينج المايكرويف، لا راح أحكي عن الباندات، طول الموجة من 10 مليمتر إلى 100 مليمتر قصيرة. طبعا هالنوع من الأمواج إلها تقريبا ميزات الضوء، انتشار بخط مستقيم وما بيمر عبر شيء صلب أو كتيم أو يعني بذكر أنا مرة عم نجرب اتصال فيسات بتطبيق الإنترنت، كان في غصن شجرة أعاق الاتصال كله، ما اتصل وقتها، فلازم ما يكون في شيء بوجهه. هلأ بخصوص التأخير بينتشر الإشعاع بسرعة الضوء لمسافة حوالي 70 كيلومتر، إذا عم بحكي جيو أنا 35 روحة و 35 رجعة، يعني إذا عم تمشي بسرعة الضوء بده يصير عندي تأخير 0.235 ثانية، يعني هي تعتبر مقبولة بالموضوع الفويس بالحكي المكالمات، يعني مثل ما لما بنحكي مثلا مكالمة واتساب ومكالمة ماسنجر في تأخير بس مقبول، بس مو مقبول بموضوع الداتا حصرا ببروتوكول التي سي بي اوفر اي بي، يعني في مشكلة لانه التي سي بي بيحتاج كونفيرميشن او اكنولجمنت وما بيفهم التأخير، فبلجأ لان يضيف للاكنولجمنت هالديلي هذا حتى يفهم الطرف الثاني وبيتحقق الاتصال. بسلايد رقم 10 بحكي على الباندات. طبعا
طبعا على مبدا الهيئه الناظمه للاتصالات في شيء اسمه الاي تي يو، الانترناشنال تيليكوميونيكيشن يونيون، هي اللي بتحدد البندات والترددات وبتمنعش يعني موضوع التداخل، بتمنعه، هي بتنظمه وبتمنع التداخل. في وصلة صاعدة وهابطة مثل أي نظام اتصالات خليوي، لهم ترددات مختلفة بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وخاصة في سات بنستخدم الكيو باند والكي آ باند والسي باند، كانت تستخدم سابقا بس هلا بحكي ليش ما عاد استغلوا فيها. والال باند مثل ما حكيت بالمحاضرة الماضية بتستخدم الجي بي اس، يعني أنا عندي مثلا بالكيو باند من 14 ل 14 ونص كوصلة أبلينك، ومن 10.95 ل 12.75 جيجا هرتز طبعا بالوصلة الهابطة. بالكي عندي من 29.5 ل 30، بالداون عندي 19.7 ل 20.2 جيجا هرتز. هذا موضوع الباندات المستخدمة اللي بتنظمه الـ ITU. هلا موضوع الفيسات، في محاضرة طبعا مفصلة عن هالموضوع حكى عنها زميلي رامز كعدان ونازلة على قناة الأستاذ سامي باليوتيوب، تحكي بالتفصيل الممل عن موضوع الفيسات، بس رح أذكر موضوع المكونات وشوي عن نظام شغله. عندنا outdoor unit coaxial cable و indoor unit، يعني بذكرنا موضوع المايكرويف، صالات المايكرويف العادية. بال outdoor unit عندنا سلايد رقم 11 و12، ال outdoor unit عندنا LNB BUC و feed horn والكومباينر، كل واحد على حدة راح احكي عنه. الـ LNB Low Noise Block بيضخم الإشارات الضعيفة الجاي من الهوائي، وبتنزل لي تردد من الـ KU Band للـ L Band الـ 1.2 جيجا هرتز لحتى أقدر أتعامل معاها بالريسيفر اللي عندي أو الـ Indoor Unit، ومشان كابلات أرخص. الـ BUC Block Up Converter وظيفتها الأساسية رفع التردد بالإرسال، وفي مضخم صغير يعني أبو 10 واط في حال عم استخدم لتطبيق الإنترنت، وإذا كنت عم اشتغل بث تلفزيوني بيكون عندي شيء اسمه HBA هذا بيرفع الواط للميت واط. هلأ بالفيسات، بس دي أحكي ملاحظة، بالفيسات كانوا يشتغلوا سي باند وطلعوا للكيو باند، ولغينا شغلة اسمها ظل الإبرة، يعني هذا ظل الإبرة على العاكس، يعني أنا صرت يعني زاد ربحي وتغير شكل العاكس تبع الأنتين، زاد ربحي واستفدت من رفع التردد بآن واحد. بالأوتدور يونيت عندي كمان الفيد كومباينر مقارن مشان الفصل بين الأبلينك والداونلينك. بالآي دي يونيت عندي مودم وعندي يوزر انترفيس، وهدول اهم شيء يعني تقريبا. اخر شيء في عندي، واسف على السرعه، في عندي دايجرام بسيط اخر سلايد، عندي دايجرام بسيط بيبين بشكل بسيط كيف ماشي الامور. بالارسال بتطلع اشارتي على البي يو سي، بيرتفع التردد وبيعطيني باور بعدها للاو ام تي اللي هو اوثومود ترانسديوسر مشان فصل او دمج مسارين الاشاره الصاعده والهابطه على حسب الاستقطاب، يعني مثل ويف جايد. بالاستقبال عندي تي ار اف ترانسميت ريجكت فلتر بيركب مع ال ام بي، بينزل لي التردد في حاله الاستقبال وبتتضخم الاشاره الضعيفه وبتفوت على المودم وبتتعالج. ومثل ما حكيت موضوع الفيسات في محاضرة مفصلة ورائعة جدا على قناة الأستاذ سامي للي حابب يتوسع أكثر. بعتذر على الإيطالي وسلايدات الكثيرة، وشكرا كثير أستاذ سامي. الله يعطيك ألف ألف عافية، يعني أوجزت
ابدعت، يسلم ايديك يا رب. في سؤال عم بيقول انه اي محطه، السؤال المهندس محمد انه اي محطه ارضيه ممكن تتواصل مع اي امر ولا حصرا امر خاص، وشو سبب انه الاتصال بيكون على 6 جيجا الطالع والوارد بيكون على 4 جيجا؟ تمام. هلا اول سؤال، اي محطه في يعني اي محطه فينا تتصل على اي امر؟ لا اكيد لا، يعني كل محطة إلها، كل أمر يعني في إله ثوابت وإله استندرات حتى تقدر تصل فيه في باور. يعني هلأ مشوي حكيت إذا أنت عم تشتغل مشان إنترنت ريساد مشان إنترنت بدك باور أضعف من أنك تشتغل مشان بث تلفزيوني. يعني في موضوع الباور، في موضوع الترددات، في موضوع حزم، أكيد مو أي محطة فينا تشتغل مع أي أمر. طبعا غير هيك لما بالموضوع تفضل لا تفضل استاذ تفضل. غير هالنقطة هي كمان بالإضافة لإلها، اليوم إذا أنت بدك تركب صحن عم نحكي على فيكسات، فأنت لازم تتواصل كمان مع جهة بسيطة هي بسموها التليبورت. هلا هدول يعني هن اللي بيقولوا لك كيف أي ساعة وأي وقت وبيكونوا معك على الخط، هن مثل محطة بسيطة بيحددوا لي باقات كمان. طبعا باقات طبعا هو بيحددوا لك تردد أول شيء، هذا تردد بدك أنت أرسل عليه تقبل عليه. طبعا ما في شيء اسمه 6 جيجا، في شيء اسمه 6000 وكذا وكذا كذا ميجا هيرتز فاصلة كذا كيلو إلى آخره. فبيحددوا لك إنه أول شيء على أي أمر وكيف الاتجاه، وبيضلوا معك أونلاين حتى يصير في عندك عملية شيء بيسموه أوثنتيكيشن، مصادقة بين المحطة الأرضية وبين الساتلايت. بس صارت المصادقة فبيصير صاحب الأمر بيصير في عندك تابلشت وبصير بقى عملية نقل الداتا يمشي حالها. تفضل جاوب على السؤال الثاني إذا بتحب. السؤال الثاني، هلأ التردد الصاعد يعني كما يعني من وجهة نظر المحطة، يعني التردد اللي عم أبعته على الأمر أقل من التردد اللي عم استقبله، لأنه أنا بالعكس عفواً، لأنه أنا الباور الموجودة عندي ما أنا موجودة بالأمر، مشان هاي القصة. تماماً. هلا هو صحيح 100%. اليوم التردد الأعلى مثل ما هو معروف بيتعرض لتخامد أعلى، لحتى أتغلب على هذا التخامد فأنا بحاجة باور أعلى. هلأ الأمر الصناعي ما بيقدر يعطي هالباور العالي، فبيحملوا هذا الشيء للمحطة الأرضية بتقدر تعطي باور عالي وبيعطوها التردد الأعلى. أنا بالأرض فيني أتحكم بالباور أكثر من الأمر. صحيح. لماذا المودم؟ اليوم المودم هو عبارة عن عملية تعديل وفك تعديل، فهذا الشيء بفيد جدا التعامل. يعني طبعا اليوم الداتا لا تنسوا انه الريسيفر اللي عندنا اياه نحن بالبيت ما بيتعامل مع الترددات من رتبه الجيجا هيرتز، بيخفضها. طبعا عندك ال ام بي الابره بتخفض هاي الترددات حتى تقدر المودم يفك التعديل تبع الاشاره ويعرض لكم اياها، تقدر يعالجها. تمام، يقدر يعالجها. ليش في عندنا تردد افقي وتردد عمودي؟ بصير تبعتي داتا على التردد الافقي وداتا على التردد العمودي، بتحصل على عدد قنوات اكثر اذا عم تحكي عن موضوع الريسيفر. في عندنا الفيرتيكال وفي عندنا الهوريزونتال، هذا بتوما بتشوفوه بالباقات تبع الباقات القنوات التلفزيونيه. صح، في باقات على الاتش على الهوريزونتال وباقات على الفيرتيكال. الفيرتيكال بيحمل داتا اكثر. طيب انا بتشكرك كثير 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 مهندس صالح، الله يعطيك الف عافيه. ان شاء الله أنا شكرا كثير لك. ان شاء الله. شكرا. بدنا نروح هلا مع المهندس عمرو المغيري، بده يحكي لنا كمان عن موضوع جدا حلو. عم تسمعنا مهندس عمر؟ تفضل بس شيل الميوت وجرب تحكي. سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام. عارف تفضل، عليك حالك وبلش تفضل. طبعا يعطيكم الف عافيه جميعا، كل عام وانتم بالف خير بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. معكم المهندس عمرو المغاري، بكالوريوس هندسه الاتصالات من جامعه الازهر بغزه، خريج 2019. بشكر الباشمهندس سامي وبشكركم جميعا يعني على هذه المبادره الطيبه. طبعا بدي اتكلم. الصوت واضح يا باشمهندس؟ واضح تماما، معك 10 دقائق ربع ساعه. تمام يا باشمهندس. طيب احنا اليوم ان شاء الله بدنا نتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع السبيكر ايدنتيفيكيشن. طبعا موضوع السبيكر ايدنتيفيكيشن متعلق بموضوع اللي هو معالجه الصوت. معالجه الصوت يا جماعه يعني العلم هذا بسموه العلم القديم الحديث. ما فيش كل التقنيات من يوم ما انشئ هذا العلم في 1960 بدات الابحاث على معالجه الصوت، حتى
حتى هذه اللحظة ما زال التطوير يعني نوعا ما مش تطوير كبير. فإحنا بنسمي إنه معالجة الصوت بسموه المتخصصين في هذا الإشي القديم الحديث. طبعا معالجة الصوت أنا في إمكانيات وفي تطبيقات كتير. طبعا أنا بس ممكن أنا أتكلم بريف عن شو الهدف من هذا المشروع أو إيش الهدف أنا من معالجة الصوت. بكون بيستخدم في الـ health applications، في تطبيقات الصحية، في التطبيقات ممكن العسكريه، في السكيورتي، في موضوع الديسيبلز، الناس اللي معاقين عفوا، يعني لما يكون واحد مبتوره ايده، مبتوره مثلا قدمه عفانا واياكم، هذا ما فيش عنده امكانيه انه يستعمل اطرافه في اداء المهمات اليوميه، فممكن يستخدم اشاره الصوت. احنا ممكن نساعده، نقول له انه من خلال صوتك انت ممكن ايش نتعرف على الأمور ويعني يتم تطبيق بعض الأمور. طبعاً هنتكلم إحنا عن speaker recognition. طبعاً في speech recognition، في فرق يا جماعة بين speaker recognition والspeech recognition. يعني speaker recognition is more easier for بالنسبة للspeech. speech إنه أنا أحول الكلام الwords، الكلام المكتوب لصوت، أو العكس الصوت لكلام. فهذا العملية نوعا ما يعني very very complex مقارنة بالspeaker recognition. الآن speaker recognition بتتعاملش مع what words were said، ما بتتعاملش مع الكلمات. أنا ما بنتبه للكلمات اللي بيقولها اليوزر، أنا بستخدم okay does this sound of speaker resemble that sound. أنا بس بتعامل مع الصوت. طبعا The speaker recognition في برضه ينقسم إلى قسمين، كل قسم له تطبيقاته وله شغله واسع جدا. أنا بدي أحاول أعطيكم بريف عن The speaker recognition في قسمين، The speaker identification يا جماعة، وفي عند The speaker verification. باختصار شديد The speaker identification اللي هو هنتكلم عنه اليوم إن شاء الله text independent، ما بيعتمد على كل حرف أنت بتحكيه، هو بيعتمد فقط على نبرة صوتك. طب كيف بدي كيف يعني؟ بكون مجموعة من الأشخاص، تمام؟ مجموعة من الأشخاص بتكلموا، واحد منهم يتكلم، تمام؟ آه والله هذه نبرة صوت المهندس سامي. من ضمن مجموعة من الأشخاص، طبعاً أنا بكون عندي الأشخاص هذول مخزنين في الداتابيز. الآن أنا ما بهمني شو كل واحد إيش الحرف اللي حكاه، شو الكلمة اللي حكاها، لا. أنا بدي أتعرف على نبرة صوت واحد من مجموعة من الأشخاص. هذا باختصار اللي هو speaker identification. لكن speaker verification هذا يعني more complex برضو، بدي أقارن شخص بشخص نفس الشخص، تمام؟ هذا مثلا أنا بدي أعمل كلمة سير للموبايل تبعي، أوكي، كلمة عمرو، لو واحد تاني حكى عمرو ما يفوت، بس أنا أحكي عمرو قدام كل الناس يفوت على الموبايل تبعي. هذا speaker verification. فأنا بقارن، بعمل matching، أوكي، بعمل matching بين اللي أنا حكيته وبين اللي مخزن قبل في الداتابيز، أوكي؟ باختصار، speaker identification بيتعامل يا جماعة مع اتجاهين من العلوم. أول حاجة signal processing DSP digital signal processing، أوكي؟ والأمر الثاني artificial intelligence deep learning، بتفوت على machine learning. السلايد اللي بعده لو سمحت أستاذ سامي. اوكي، هي الاستراكشر اوف سبيكر ايدنتيفيكيشن سيستم. طبعا انا زي ما قلنا احنا هنتكلم عن السبيكر ايدنتيفيكيشن، انه انا يكون عندي مجموعه من الاشخاص. وقت المشروع السيستم نفذناه احنا كمشروع تخرج، والحمد لله يعني قدرنا نحصل على نتائج جيده بعد محاولات عديده جدا. والله يعني تصعبنا كثير في الموضوع هذا. ليش؟ لانه انت بتتعامل مع صوت. الصوت احنا زي ما بنعرف نون ستيشنري سيجنال، دايناميك، صعب جدا، بتأثر بنويز انفايرمنت، بتأثر بأي شيء، ممكن لو واحد على صوته ممكن كذا. فإحنا كنا نتعامل مع صعوبة هذا الإشي. الآن أنا عندي مجموعة من السبيكرز، أوكي، بدي أخذ إشارة كل واحد من السبيكرز هذولا، بدي أنا أتعرف على الصوت الخاص فيه. طبعا أخذت الإشارة هذه الإشارة بدي أعمل لها ثلاث أمور. الأمر الأول pre-processing stage. pre-processing هذه طبعا البري بروسيسنج فيها بدي اعمل فريمينج للسيجنال، وبعدين بدي اعمل ويندوينج. كل الايكويشنز تاعت الدي اس بي بدي اطبقها على البري بروسيسنج ستيج فور ايتش ساوند، اوكي، فور ايتش سبيكر. بعد هيك يا جماعه، بعد البري بروسيسنج بدي اعمل
لكل سبيكر بدي اعمل فيتشر اكستراكشنز، وهذه مرحله فيري امبورتنت. ليش الفيتشر اكستراكشنز؟ انا بتعرف الان بدي استخرج المزايا، وفور لكل سبيكر بيطلع عندي ايش فيتشر فيكتورز. تمام، طبعا بتسال سؤال طب ايش هي الفيتشر اكستراكشنز؟ الفيتشرز يا جماعه يعني مثلا كيف الفوكال كورتس، عندك الاوتار الصوتيه، البيتش، التدرج في الصوت. فانا في النهايه موضوع كبير، موضوع الفيتشر اكستراكشنز طبعا له الجوريثمز كبيره، واحنا اللي استخدمناها في البروجكت اللي هو الام اف سي سي الجوريثم اللي يميل الفريكوانسي كبسترال كوفيشنت. اوكي، هنتكلم عنها الان اخر حاجه ان شاء الله. طيب انا كل سبيكر اخذت البري بروس، عملت له بري بروسيسنج. تمام، فور ايتش سبيكر طبعا عملت له بري بروسيسنج اللي هو الفريمينج والويندوينج والمعادلات اللي احنا بنعرفها. بعد هيك بدي اطلع اللي بعدين بدي اخذ طبعا دي اف تي اللي هو الفورير ترانسفورم لكل سبيكر برضو. الان الاشاره اللي طلعت معي تمام بعد ما اخذت الفورير ترانسفورم وعملت له ويندوينج وعملت فريمينج، بدي افوتها على الجوريثم كبيره جدا وبديش اخوض فيها لانها واسعه وبتخش في معادلات وبتخش في قصص، اللي هي الام اف سي سي الجوريثم. طبعا هذه يعني استخدامها واسع خصوصا في التقنيه هذه. المهم الام اف سي سي، السلايد اللي بعده استاذ، خلينا نشوف ايش الام اف سي سي الكومبوننت تبعتها. الام اف سي سي باخذ الاشاره بعد البري بروسيسنج. تمام، بعد البري بروسيسنج قلت بنعمل لها دي اف تي. الان بستخدم اللي هو الميل فريكوانسي واربينج. اوكي، الميل فريكوانسي واربينج طبعا الميل ان هو انا اجيب تريانجولار فلترز عن طريق الفلاتر، بتعرفوا طبعا انتم الفلترز بانك. اوكي، وانا لو كان عندي في امكانيه انه في صور اكثر كان جبت لكم. المهم فبجيب فلاتر يا جماعه على اشاره الصوت فور ايتش فريم. طبعا كل فريم ل 10 ملي سكند. ليش 10 ملي سكند ممكن تسالني؟ طب ليش 10 ملي سكند؟ ليش؟ لانه انا عند ال 10 ملي سكند بحقق نوع من الاستيشنري اللي في السيجنال. اوكي، ما فيش تغيير في الفايبريشنز تاعوت الفوكال كوردز. اوكي، طيب الان اخذت انا الام اف سي سي تمام عن طريق التراينجولار فلترز على اساس انه انا اجيب الانرجيز، احصل على الانرجيز لهي الاشاره، بعمل لها لوج. اوكي، بعدين باخذ ديسكريت كوساين ترانسفورم لها بيشبه الاي اف تي. اوكي، بعد هيك بعد ما اعمل هذه العمليه، انا اعمل ديسكريت كوساين ترانسفورم لللوج للملي فريكوانسي اللي انا اخذته من الدي اف تي. تمام، بيطلع عندي فيكتور، فيكتور. اوكي، هذا الفيكتور هو الفيتشرز. انت عيارك طلع عندك هذا الفيكتور، خلصت 90% او انجزت 90% من السيستم بتاعك. بعد هيك يا جماعه طبعا انا عملت هذا الاشي لكل سبيكر. بعد هيك بأروح على الكلاسيفيكيشن. الان ما بعد هذه المرحله كله artificial intelligence وdeep learning وmachine learning، بتفوت انت على عالم تدخل فيه ما بتطلعش منه، كله طبعا التطويرات هذه شغالة فيه. الآن باختصار أنا الآن عندي أخذت جبت خزنت لكل سبيكرز، نفترض 20 سبيكر. أوكي، 20 سبيكر رحت خزنتهم بالداتابيس بعد ما عملت لهم pre-processing وبعد ما عملت لهم feature extractions. الحين أنا بدي أعمل تيست. أنا مثلا عندي 20 سبيكر مخزنين، تعال يا فلان اتكلم. الآن هو هذا اللي اتكلم موجود من ضمنهم. أوكي، اتكلم يلا احكي كلمة. طبعا بغض النظر عن ايش هو شو حكى، لانه انا ما اعتمدت على الكلام اللي حكاه. اذا انا بدي اعتمد على الكلام بروح على مرحلة نوعا ما نفس الاشي لكن فيها شوية ستيجز زيادة اللي هي speaker verification. اوكي، طيب تعال، ايوة انت محمد، ممتاز. الان هو قارن بصمة محمد اوكي من مجموعة من البصمات تمام اللي مخزنة عنده في الداتابيس. الان محمد بيجي بحكي، تعال يا محمد يحكي، بعمل له بري بروسيسنج، بعمل له فيتشر اكستراكشنز. اوكي، بعدين بعمل له ايش مقارنه الفيكتور الخاص في محمد بال20 واحد اللي انا خزنته قبل. تمام، الان عمليه السيميلاريتي يا جماعه، السيميلاريتي طبعا اكثر من تقنيه. ممكن احنا استخدمنا في البروجكت تبعنا الفيكتور كوانتايزيشن. ايش الفيكتور كوانتايزيشن؟ هنا بتعتمد على الديستانسز بين الفيكتورز. تمام، جبت انا اوكي الفيكتور تمام اتخزن عندي في المستوى. الان انا جبت الفيكتور الثاني، بروح اقارن المسافات بين التست
سبيكر وبين السبيكرز الموجوده فيه، واقرب واحد بيعمل له ماتشنج بيقول انه هذه نبره صوت محمد. طبعا انا ممكن استخدم الدايناميك تايم ماربنج، والدايناميك تايم ماربنج صار فيري كومبلكس، هذه بتعمل تشوف السرعات بين الاشاره هذه والاشاره اللي بعديها. ممكن تستخدم الهيدن ماركوف موديل. طبعا يا جماعه ممكن تقول لي طب ليش ما استخدمت النيورال نتورك؟ ما بتظبطش النيورال نتورك على الصوت. النيورال نتوركس يا جماعه بس على الصوره. ليش؟ لانه الصوره فيكس ثابته. احنا حاولنا نجربها على الصوت ما زبطتش معنا. اللي زبط معنا في الصوت بالنسبه للشبكات العصبيه اللي هو الهيدن ماركوف موديل. الهيدن ماركوف موديل برضه جود موديل فور سبيتش او فور سبيكر. طبعا طبعا يعني باختصار شديد، طب واحد يقول لي طب شو المساوئ؟ برضه يا جماعه احنا بنأكد انه هو هذا علم قديم حديث، علم قديم حديث، ما فيش ما وصلناش للمثاليه في هذا الشيء، ما زالت الابحاث شغاله في كل شيء، يمكن في كل ستيج من الستيجز هذه بدها محاضرات كامله. طيب لو واحد سالني طب كيف ممكن نستخدمها؟ لو واحد لابس كمامه ما بده يتعامل مع الاي تي ام ماشين، هذا بتستخدم اللي هو سبيكر فيريفيكيشن، انه بدل ما يحط ايده على الاي تي ام بده يستخدم عملية سبيكر فيريفيكيشن. لكن برضو في الفترة الحالية البنوك ما بتستخدم هذه الخاصية لأنه لسه أنسكيور، لأنه ممكن واحد يجي يقلد هذا الصوت ويروح الماشين يتعرف عليه. طب تقولي لهالدرجة؟ لهالدرجة إلا إذا احنا فتنا على ديب ليرنينج وطورنا بشكل كبير، لكن لحتى الآن ما وصلنا لهذا الإشي. أنا بتكلم احنا على الصعيد يمكن في المهندسين احنا، لكن في برا ممكن بيشتغلوا على هذا الموضوع، في خصوصا في ألمانيا وفي الدول هذه. لانه يا جماعه في الريال لايف، عفوا لو واحد اجى اتصل علي وقال لي بفكروا انا محمود وهو بقلد صوت محمود وانا بنخدع، فما بالك بالماشين. فهذه المشكله اللي بتواجه موضوع السبيكر فيريفيكيشن. عموما هذه يعني بريف عن السبيكر ايدنتيفيكيشن سيستم. اي سؤال احنا ان شاء الله جاهزين. الله يعطيك الف عافيه مهندس عامر، بالفعل الموضوع ممتع جدا. في سؤالين سريعات اذا سمحت. السؤال الاول انه هلا لكل شخص، السؤال الأول من مهندس محمد ندور إنه لكل شخص إلى تردد مختلف عن الآخر، يعني إلى طبقة صوت مختلفة، فهل ممكن نعرف الشخص بس من خلال هاي النقطة؟ واحد واثنين، شو يعني لوج مختلفة؟ والسؤال الثاني، قديش مدى الأمان بهالطريقة؟ يعني قديش في عنا درجة التمييز خلينا نقول دقيقة؟ لأنه بتعرف اليوم إذا واحد أمام الـ ATM وحكى وطلع الحكي خاطئ مثلا، أو يعني استشبه الاي تي ام بحساب ثاني، يمكن الحساب الثاني يكون معه مليارات، يعني عرفت؟ فبتصير يعني مجازي بهذا النقطة. تفضل. جميل جميل. بالنسبة للتردد معروف، يعني تردد الهيومن اير سيستم اللي هو النظام السمعي لدى الإنسان، من الإنسان بيسمع من 20 هيرتز لعند 20 كيلو هيرتز طبعا، لكن ما بتكلمش في هذا المدى. أوكي، هو بيتكلم من 400 هيرتز ماكسيمم لعند 4000 هيرتز. فإحنا شغالين في هذا التردد. تردد الإنسان ما بتغير. تعين الأوبرا لما نبضهم يوصلوا ترددهم بوصل يمكن 6000 7000 هيرتز. أوكي، في الثانية الواحدة ترددهم. فتردد الهيومن عادة بيكون يعني ثابت، لأنه معروف الإنسان ربنا خلقه بيتكلم بمدى معين. أوكي، وبيسمع في إطار معين. تمام، فموضوع أنه أنا أعرف شخص من خلال تردده، طبعا يعني أنا أول شيء الفيتشرز اللي أنا بطلعها ما بطلع التردد بس، البيتش، انا بتعرف على البيتش اللي هو كيف درجه الصوت. اوكي، بتعرف على انه هذا اللي بيتكلم فويس ساوند، يعني هل في فايبريشنز في الفوكال كوردز ولا فيش فايبريشنز. تمام، في اكثر من كرايتيريا. اوكي، في اكثر من كرايتيريا سوري، بخصوص انه انا اتعرف، بخصوص انه الفيتشرز فيكتورز اللي هي بتطلع من خلال كل سبيكر. اوكي، مش بس التردد. ليش؟ لانه التردد عند كل الناس التردد اوكي يعني ثابت، بتكلم من 400 ل 4000 هذا معروف يعني تردد الانسان من ناحيه انه يتكلم. تمام، فالفيتشرز اللي انا بطلعها مرتبطه في الفايبريشنز تاعت الفوكال كوردز، مرتبطه بالانرجيز. طبعا ممكن يعني كلام جميل الفويس ساوندز، مثلا انا بنقول از هذا فويس. اوكي، ليش؟ لانه لو حطينا ايدينا على الاوتار الصوتيه حلاقي في اهتزاز. طب ايش علاقته وايش اثره في التردد؟ معروف انه void sounds اوكي تعتبر من ذوات التردد يعني العالية جدا. تمام، والunvoiced من ذوات التردد المنخفضة. الunvoiced احنا ممكن نعتبرها
احيانا نويز، اوكي كنا نعتبرها نويز. طبعا الانرجيز، الانرجيز بتكون في النويز يوجوالي، اوكي يوجوالي تكون اعلى وهكذا، تمام. فمش مجرد التردد. السؤال الثاني استاذ اشلو تكلمت عنه، انه باختصار قديش مدى الامان بهي الطريقه، كم قديش يعني مدى السكيورتي بهي الطريقه. تفضل. نعم، بالنسبه للسبيكر ايدنتيفيكيشن، السبيكر ايدنتيفيكيشن ممكن نقول ما لهاش علاقه بالسكيورتي. ليش؟ لانها لها تطبيقات ما لها دخل في السكيورتي. السبيكر ايدنتيفيكيشن يا جماعه يعني ممكن يستخدموه في انه انا قاعد في حفل جماعي، تمام، في صاله جماعيه الان، وفي صار اطلاق نار من اتجاه معين. ممكن لو كان في تطوير كبير لهذه الصاله الجماعيه، وفي بعض التطبيقات بنشوفها انه يروح يحدد اتجاه اطلاق النار، تمام، يحدد اتجاه اطلاق النار. مثلا انا عندي مجموعه من الاشخاص تكلموا at the same time، تكلموا بنفس الوقت، تمام، ممكن انا من شويه تطوير على speaker identification اني انا احصل على صوت فلان من ضمن مجموعه من الاشخاص، اوكي، واكتم الباقيين، تمام. speaker identification ملهاش يعني علاقه في موضوع السكيورتي، لها تطبيقات ثانيه، يعني هي ماشيه باتجاه ثاني، لكن السكيورتي موجود في speaker authentication او speaker verification اللي هو التكست ديبندنت، يعني هي اللي بتعتمد على النص، انه انا اقول محمد، تمام، يعمل ماتشنج مع محمد اللي انا سجلته في الداتا بيز تبعتي، اوكي. طيب لو قلت مثلا لو كانت يمكن في فيديو انتشر، واحد كانوا عاملين على نظام الصوت انه يفتح الباب من خلال بصمه صوته، فمره كان يمكن ما بتعرفوه ما بعرفش، المهم كان خالع طحونته، عفوا يعني، فخالع طحونته، حكى محمد هو مخلوع. طبعا زي ما نعرف يمكن الواحد سنده لما ينخلع ما بيحكي بشكل تقليدي او بشكل طبيعي، فالمهم الديفايس الماشين ما تعرفتش عليه لانه محمد مش هو هذا الصوت اللي انا بعرفه من قبل. لكن يا جماعه هذه بتتغلب عليها بكل سهوله. انا بدي افتح سيارتي مثلا وصحيت من النوم، صوتي طبعا لما انا بدي اصحى من النوم، طبعا بي ام دبليو بتستخدم السبيكر فيريفيكيشن في سياراتها، صحيت من النوم وانا صوتي طبعا مش حيكون نفس الصوت اللي انا سجلته. لا يا جماعه، انا بحط ثري شولد معينه انه انا اقبل اي شيء طالما في تحت هذا الاطار، لكن لهذا الشخص. لكن في موضوع البنوك الامر صعب شويه. ليش؟ لانه ممكن يصير تقليد الا اذا كان في هاي بروسيسنج عاليه لهذا الموضوع، ان انا استخدم تقنيات كبيره زي الار ان ان، وافوت على موضوع اللي هو ريكرنت نيورال نتوركس، ادخل على يعني الجوريثمز كبيره في الديب ليرنينج، ممكن انه انا اتغلب انه ولا واحد يقدر يعمل اللي هو تقليد لصوت فلان معاه مليارات في البنوك وانا افوت من خلاله. لكن اما انه انت تتكلم او تكون تعبان او تكون مثلا عفوا يعني مريض او شيء وما يتعرف على صوتك، هذه تتغلب عليها انه انت تستقبل اي صوت من فوق الثري شولد، لكن لهذا الشخص مش لشخص ثاني. نعم. فالسكيورتي طبعا انا مش هقول السكيورتي عاليه جدا، لا، السكيورتي بتتعلق بقديش انا عملت، قديش انا علمت الماشين، قديش انا علمته. طبعا انا بعد ما اكون عملت الفيريفيكيشن بدي اروح على موضوع التعليم، وموضوع طبعا يمكن التعليم انتم بتعرفوه من الماشين ليرنينج، وبخش على الديب ليرنينج والالجوريثم بتاعتها، يعني موضوع شويه يعني بده دراسه كبيره فعلا في هذا الموضوع. اما لحتى الان ما بقدرش اقول انه السبيكر فيريفيكيشن يعني از فيري سكيور. حلو كثير، بالعكس يعني موضوع جدا رائع. اول شيء بنقول لك تحيات كذا حدا من الجروب عم بيقولوا لك انه سعدنا جدا بمشاركتك معنا، فنتمنى كمان على طول. انا سعيد والله، انا سعيد جدا يا باشمهندس سامي، انا معك على طول ان شاء الله. شاي طاحون طاحون؟ انت الضرس، انا احنا في فلسطين بنتكلم عنها ضرس يعني. نعم تمام. في سؤال اخير من عندي، كيف شايف انت مستوى تقنيه نظم التعرف مستقبلا؟ يعني اليوم اذا عم نحكي من هون لسنتين ثلاثه، شو شايف ممكن يكون في عندك تطبيقات بهالناحيه هي، بوجود انترنت الاشياء، بوجود الاي اي، بوجود الفي ار، بهالقصص هي كلياتها، يعني باختصار اذا سمحت. اوكي والله بدك الصحيح، يعني الفيوتشر دائما الحين
كله بميل للسهولة، ما في حدا بعقد الأمور. أي سيستم بتلاقيه في كومبلكسيتي بتلاقي إنه اليوزرز يعني بعدوا عنه. فالآن زي لما نشوف إحنا الآيفون مثلا، الآيفون معظم تعاملاته بيستخدم من خلال الفويس. أوكي، الآن شركات السيارات، أنا شفت شركة سكودا برضو في أحد عروضها استخدمت عملية برضو الفويس، يقول لك أنا بدل ما تعب المستخدم في بصمته ولا خلاص بستخدم بصمة الصوت. هي very complex يعني صعبة شوية. فصراحة الفيوتشر، أوكي الفيوتشر لموضوع إنه التعرف على الصوت يعني is very good. أوكي تطبيقات أنا ممكن إن أفتح ممكن اللابتوب الخاص فيا من خلال بصمة صوتي، من خلال أفتح الباب بصمة صوتي. التطبيقات واسعة جدا صراحة، والمستقبل برضو حيكون يعني له ملامح كويسة عن موضوع يعني عن موضوع التعرف على الصوت تحديدا. لكن برضو كل إشي بده يعني بده تعليم وبده شغل وبده بدك خوارزميات قوية. لو بدي عزبك من وين لازم نبلش إذا بدنا نفوت بهيك دومين؟ تمام، كلام جميل. انا في الاول حكيت يا باشمهندس والكلام للجميع عنده احنا انه السبيكر ايدنتيفيكيشن يا جماعه متعلق في علمين ضروريين لازم الاثنين نكون عارفينها. الاي تي انجينير ما بيقدرش يشتغل في موضوع السبيكر ايدنتيفيكيشن. السبيكر ايدنتيفيكيشن بده مهندس اتصالات، بده مهندس سيجنال بروسيسنج انجينيرز، بدوش واحد مثلا الاي تي. ممكن انا اشتغل في الصور، اوكي اي اني وان ممكن يشتغل في الصور، لانه الصوره في النهايه انا عندي ماشي بستخدم نفس الخوارزميات معالجه الاشارات، ان انا احسب الانرجيز واحسب اللوغاريتم تمام. لكن الصوت لا، الصوت بده مهندس خبير في موضوع السيجنال بروسيسنج تمام، الى جانب بده يشتغل على موضوع الديب ليرنينج. الديب ليرنينج فور انهانسمنت بحسن قاعد، لكن اما ديب ليرنينج من غير يعني معادلات البري بروسيسنج مش هنقدر. ليش؟ انا بدي احتاج فورير ترانسفورم، بدي ديسكريت ترانسفورم، بدي امور كتير. كل هذه الامور لا تدرس الا في الدي اس بي يعني في الديجيتال سيجنال بروسيسنج. عشان انا بدي ابلش ايوه معالجه الاشاره، يعني معالجه الاشاره ان هو النص الاول، هو النص الاول في ان انا اعالج الصوت، لانه صوتك عباره عن ستيشنري سيجنال، تايم فيريانت سيجنال، اوكي كومبلكس سيجنال. فهذه الاشاره بدها شغل، بدي اعمل لها تشفير، بدي اعمل لها طبعا التشفير مش ضروري، لكن الابلكيشنز عليها واسعه جدا. فانا بدي اقرا البيزكس فور ديجيتال سيجنال بروسيسنج تمام، بعد هيك افوت اني انا اقدر اطبق على الماتلاب. احنا اشتغلنا مشروع على الماتلاب والحمد لله طلعت معنا نتائج كويسه. بعد هيك بدي اروح على الارتفيشال انتليجنس، الارتفيشال انتليجنس والديب ليرنينج والماشين ليرنينج فور ماتشنج جاست فور كلاسيفيكيشن فور يعني كومباريزن بتوين فيكتورز جاست. اما انا الفيكتورز انا هذه طلعت باي ديفولت اوكي من خلال دراستي للدي اس بي، من خلال دراستي للديجيتال سيجنال بروسيس. تمام، الله يسلم ايديك، معلومات جدا رائعه. والحقيقه هذا دومين يعني كثير قليل حتى تشوف ناس فايتين بهيك قصص، يعني معلش الاشاره في عنا يعني في كثير، يعني يمكن طريقه اعطاء الماده او طريقه توصيل الفكره تبع الماده بشكل عام تلعب دور، لانه ممكن واحد يوصل لك اياها بطريقه كثير حلوه ممتعه كمرشحات كفلاتر كذا كذا مزا الى اخره، ممكن يوصل لك اياها بطريقه بالفعل يعني ما تفهم شو يعني معالجه الاشاره. الام اف سي سي، ولا قطعا لحديث حضرتك يا باشمهندس، يعني الام اف سي سي كلها مبنيه على الفلتر بانكس. الفلتر بانكس كلها مبنيه عليها، يعني الالجوريثم هذا تم تطويرها من خلال التراينجولار فلترز، انه انا وبعمل طبعا بعمل اوفرلاينج وبعمل كل شيء ان احصل على الانرجيز بتاعت اشاره الصوت اللي ممكن انا اتعرف. هي الفكره كمان اليوم ان احنا لازم نعرف كل يمكن كل فلتر شو بيشتغل، لأنه اليوم في عندك مجموعة فلاتر منسوبة لمجموعة علماء. يمكن نحن نفكر إنه الفلتر هو بس هيك فلتر يعني بيمرق أو ما بيمرق أو بكذا، بس هو الحقيقة له عدة استخدامات بمجال الصوت والصورة والبلبلبلبل. طبعاً أكيد. بدنا شيء منك كمان هيك مقبل إن شاء الله، إذا يعني إذا في شيء تحب تشاركنا فيه بهالمواضيع هاي، نحن بنكون deep learning بالذات يعني إذا أو بتشاركنا كتب بدورات عن هذا الموضوع، نحن متشكرك كتير كتير والله يعني إذا في مجال مش عندي أي مشكلة، أنا جاهز إن شاء الله.
الله يعطيك الف عافيه. ممكن احنا نعمل على زي ما البري بروسيسنج لحالها ممكن تعمل لها محاضره، الام اف سي سي لحالها تعمل لها محاضره. تمام وانا جاهز كلنا عن المشروع كلياته، حتى تعملنا سيميوليشن على الماتلاب نحن يعني جاهزين لهالقصة هي. يعني هيك شغلات مثل ما قلت لك نادرة، يعني ما عم نشوف كتير عالم بيحبوا الماتلاب أو بيحبوا يعملوا سيجنال بروسيسينج بشكل عام، وعلما إنه الماتلاب بحر يعني بهالقصص هي. فإن شاء الله قريبا بركي يعني جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله جاهزين إن شاء الله. أنا بتحب أتشكرك كتير نيابة عن كل الجروب، الله يعطيك ألف ألف عافية. وهيك بنكون هلا المهندسة لنا للأسف كمان يعني لسه في عندها شوية مشاكل بالنت، بس نحن رح نسجل الجلسة تبع الاي ام اس ورح ننزلها بكره على الجروب ان شاء الله، يعني هي مدتها كمان شي تلت ساعة فما رح نطركم اكثر من هيك. اذا في شيء عن مجال التشفير، والله كان يا محمد اليوم في فكرة عن مجال التشفير وفي محاضرة جاهزة كانت عن مجال التشفير.